الخير واهلا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان، ولقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي في كل مكان. العنوان ده لما تم اختياره كان بيراعي ابعاد كثيره جدا. الاهلي في كل مكان بارقامه وبطولاته وانجازاته وحضوره في احداث مهمه جدا ومناسبات رياضيه وايضا قضايا كثيره وادوار مجتمعيه. بالتاكيد النادي الاهلي دائما ابدا من المؤسسات الرائده في المشاركه فيها والنهوض بقطاعات كثيره جدا، مش بس على المستوى الرياضي لكن انشطه كثيره جدا اجتماعيه وانسانيه حريص مجلس اداره النادي الاهلي على التواجد فيها وعلى المشاركه فيها بقوه. شأن وشأن كل الكيانات الرائدة في كل أنحاء العالم على كافة المستويات الرياضية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. بنتكلم عن أخبار كثيرة جدا، بنتكلم عن وجود الأهلي في كل مكان بتاريخه برموز مشرفة منتمية لهذا النادي العريق نجحت في الإطار الرياضي في المجال الكروي وأيضا في مجالات عمل أخرى وتألقت في مجالات أخرى داخل وخارج مصر وداخل وخارج الوسط أو المجال الرياضي والكروي. النهاردة لقاءاتنا هتكون متنوعة وفقراتنا متنوعة، هيكون فيها مجموعة من الأخبار والتقارير المصورة اللي بتتابع نشاط مجلس إدارة النادي وأيضا أخبار كثيرة جدا متعلقة باتساع الفارق في مسابقة الدوري الممتاز ومساحة النقاط اللي زادت مع أقرب المنافسين بفضل جهاز فني رائع بقيادة كابتن حسام البدري ومجموعة كبيرة من اللاعبين ودعم مجلس الإدارة ولجنة التعاقدات وأيضا المدير الرياضي للنادي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكل عوامل النجاح والتفوق اللي بتجعل النادي الأهلي متفرد عن أقرانه واقترب جدا بالأرقام من حسم مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم، وما زال حريص الفريق جهاز ولاعبين على تقديم أفضل العروض فنيا وأيضا أفضل النتائج بمعدلات الأهداف والأرقام وعدد النقاط اللي بيحصدها في كل مباراة. عندنا مجموعة من الأخبار أيضا هننتقل بعدها لمتابعة نشاط النادي، اللقاءات اللي بتتم مع مسؤولين في قطاعات مختلفة من الدولة وأيضا مجموعة من النقاد الرياضيين هيكونوا ضيوفنا النهاردة في الاستوديو. أيضا ذكريات كثيرة بنفكر فيها وبنفكر حضراتكم بيها أيضا ونتذكرها ونناقشها من خلال لقاءات مع مجموعة من نجوم الأهلي السابقين في مجال كرة القدم وفي فرق وأجيال تعاقبت بتؤكد دائما أبدا وتواصل هذا النجاح المستمر للنادي الأهلي. هيكون معنا أكثر من نجم من النجوم السابقين في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي. خلونا نبدأ مع حضراتكم سريعا هذا اللقاء بتفاصيل عن الزيارة اللي تمت واللي جمعت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا كان على رأس وفد بيمثل النادي ومجلس الإدارة، والتقى من خلالها الكابتن الخطيب مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وأيضا تم الاتفاق وتوقيع كل التفاصيل والحصول على كل ما يتعلق بتراخيص العمل في المرحلة المقبلة، لأن النادي الأهلي مقبل على خطوات كثيرة جدا بيؤكدها الكابتن الخطيب رئيس مجلس الإدارة تتعلق بتطوير منشآت النادي على مستوى كافة مقر النادي الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، تتعلق بالأسوار أيضا الحدود الخارجية للنادي وأيضا بوابات النادي سواء بنتكلم عن مقر الجزيرة أو أي فرع من فروع النادي في مدينة نصر أو الشيخ زايد، فضلا عن التطوير اللي هيلحق بالنادي ان شاء الله في الفتره الجايه داخل المقار نفسها وعلى مستوى الخدمات والانشاءات داخل النادي. تم وضع النقاط على الحروف وتوقيع البروتوكول الخاص بالتعاون في الفتره اللي فاتت مع جهاز الخدمه الوطنيه والاداره الهندسيه التابعه لجهاز الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه، وتم الاتفاق على كافه التفاصيل، وكان ايضا فريق هندسي تابع لجهاز الخدمه الوطنيه مشارك في هذا اللقاء مع وفد برئاسه الكابتن الخطيب ووفد ايضا من محافظه القاهره في مقر المحافظه برئاسه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد. هنرجع مع حضراتكم بتعليق بينقل لكم الكثير من التفاصيل اللي تم الاتفاق عليها وتصريحات القيادات في الجانبين النادي الأهلي ومحافظة القاهرة بعد هذا اللقاء. هنعرف تفاصيل أكثر مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. كان لنا رؤية الحقيقة الفترة اللي جاية ازاي نرتقي بأمور كثيرة جدا بالنسبة للنادي، وازاي يكون النادي الأهلي من بداية من أبواب النادي والأسوار والمباني اللي داخل النادي ازاي يكون ليها شخصية النادي الأهلي وازاي يتواجد فيها شخصية النادي الأهلي، ازاي ان يكون هناك بعض المنشآت لخدمة أعضاء النادي. أعضاء النادي النهاردة احنا بنتكلم تقريبا في 150
ألف عضو، يعني حجم كبير جدا. النادي الأهلي وجوده في محافظة القاهرة بيحملنا أشياء مهمة جدا، إن احنا دايما نكون في المقدمة مش بس رياضيا كمان إنشائيا. وجود المحافظة معانا أعتقد إن هي بتدينا دافع كبير جدا جدا، إن احنا اللي بنفكر فيه لخدمة أعضاء النادي، وكمان المهم كمان يكون تطوير يعني يسعد محافظة القاهرة. وأعتقد بإذن الله اللي احنا هنقدمه النهاردة كرؤية لسيادة المحافظ أعتقد إن ممكن يكون ليها مردود طيب إن شاء الله. وأنا متأكد أنا وكل زمالي في مجلس الإدارة وكل أعضاء النادي الأهلي أو باسمهم جميعا، إن احنا المحافظة دايما داعمة للنادي الأهلي، وده شيء إن شاء الله بيحسنا على الانطلاق وعلى النجاح بإذن الله في كافة المجالات. بشكركم جدا، وإن شاء الله يعني نكون في تعاون مستمر، لأن ده شيء بيسعدنا. والحقيقة احنا مش نقدر يعني نعمل حاجة بدون دعم المحافظة. بشكركم. الحقيقة احنا النهاردة شرفنا بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب صديق من زمن يعني، وأنا الحقيقة سعيد بزيارته جدا، وخصوصا يعني إن احنا يعني نظرا لظروفي وظروفه ما بنلتقيش يعني من وقت للتاني. وطبعا الوزير عمرو فاروق الحقيقة راجل محترم جدا، نائب رئيس النادي، ومعهم بعض أعضاء مجلس الإدارة جم الحقيقة يعني يشرفوني بالزيارة ويعرضوا عليا مشاريع خاصة بالنادي الأهلي سواء فرع الجزيرة أو فرع مدينة نصر، وهي مشاريع يعني رائعة الحقيقة. يعني أنا شايف فيها طفرة هتحصل كبيرة في النادي الأهلي. سعدت جدا بهذا الفكر المتطور وهذا الفكر المنطلق يعني ناحية أن يرفع النادي الأهلي لأفاق جديدة. احنا سعداء طبعا ان النادي الاهلي مقره في محافظة القاهرة، ده شرف لينا يعني، لان الجماهيرية العظيمة بتاعت النادي الاهلي في كل مكان يعني تخلينا حريصين دايما على ان احنا ندعمه ودايما يعني نديله كل ما يمكن من تسهيلات عشان مشاريعه يعني ان شاء الله تنجز بشكل طيب. واتفقنا على الخطوط العريضة، في بعض المسائل كده ان شاء الله هتحل خلال الايام اللي جاية، والتفاصيل متهيألي لابد بقى انها تكون من يتم الاعلان عنها بواسطة النادي الاهلي. بس هي حاجات جميلة جدا، انا سعيد بهذا الفكر المتطور الحقيقة، وخصوصا انهم لجأوا للاسلوب العلمي يعني في الدراسات اللي بيعملوها وجابوا ناس متخصصة. فيعني انا شايف ان شاء الله في طفرة هتحصل في النادي الاهلي بإذن الله. النادي الأهلي في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع مع وفد محافظة القاهرة بقيادة طبعا وبرئاسة محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، شارك كل من الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وكان الوفد طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس المجلس. التصريحات اللي فاتت اللي تابعناها مع حضراتكم في التقرير السابق سواء الكابتن الخطيب أو للمهندس عاطف عبد الحميد عكست بعض الأمور اللي أشار لها الكابتن الخطيب خلال الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء النادي أو الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي. أكد خلالها الكابتن الخطيب أن دائما أبدا النادي الأهلي في أكثر من بعد في قراراته وتوجهاته، أن القرارات دائما لها شكل مؤسسي ولها هيكلة أو هيكلية معينة لإصدار أي قرار، أن القرارات لا تصدر أبدا بشكل عشوائي وبتاخد التدرج الطبيعي لها لتصل إلى الخروج للنور وبدء مرحلة الحصول على الموافقات الرسمية من أي جهة منوط بها التعاون مع الأهلي في أي اتجاه أو في أي مشروع. الجهات المختصة أيضا بتصدر أوراقها وموافقاتها وتراخيصها ويبدأ الأهلي في مرحلة التنفيذ. هيكلية ومؤسسة القرار دائما أبدا وانضباط القرار وأن له سمت وشكل ما بيتغيرش مع تعاقب الأجيال في مجلس إدارة النادي الأهلي، وحريص عليها بالتأكيد وبيؤكد دائما أبدا طبعا أهمية هذا البعد في توجهات النادي وقراراته الكابتن الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الحالي. الجانب الآخر هو التعاون الكبير اللي بنجده في كل منطقة أو مؤسسة
أو جهاز من أجهزة الدولة لشعبية النادي الأهلي وقيمة وعراقة وتاريخ هذا الكيان الكبير. وده اللي طبعا أكدوا وعكسوا التصريحات وعكسته التصريحات وكلمات المهندس عاطف عبد الحميد اللي قال شعبية الأهلي في كل مكان بتسهل المهمة وتجعلنا جميعا عندنا رغبة ملحة في التعاون، ونسعد دائما أبدا بالتواصل مع مجلس إدارة والمسؤولين في النادي الأهلي لوضع التدابير القانونية والشكل الإجرائي السليم لأي مشروعات أو قرارات أو توجهات أو خطط عمل بيتجه لتنفيذها وتفعيلها مجلس إدارة النادي. وأكد أيضا محافظ القاهرة أنه الشكل طالما اتبع الأسس والوسائل والطرق العلمية بيسهل المهمة، وأشاد بالبرنامج العلمي الموضوع للتنفيذ وللتطوير في كافة مقر النادي الأهلي، وقال ده سهل مهمة الحصول على التراخيص والموافقات. طبعا على الجانب الآخر أو الجانب الإنساني والجانب الخاص بالأبعاد الوجدانية لهذا اللقاء، أنه الكابتن الخطيب على المستوى الشخصي طبعا سعيد بهذا اللقاء وعكس التصريحات وهذا الأمر، ونفس التصريحات بالنسبة لمحافظ القاهرة اللي أكد سعادته باستقبال وفد مجلس إدارة الأهلي ومشاركة أيضا المجموعة التي مثلت جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي وقع بروتوكول من حوالي 3 أسابيع مع مجلس إدارة النادي ومع الكابتن محمود الخطيب للتنفيذ والمشاركة في عملية التطوير في الفترة المقبلة. وأيضا المردود إيجابي جدا لهذه الزيارة حسب تصريحات الكابتن الخطيب، وبيؤكد دائما أبدا احترام القواعد والنظم والأسس الموضوعة من الدولة لاتخاذ أي إجراءات أو لوضع خطط عمل، بيكون حريص النادي الأهلي على اتباع التدابير الموضوعة والقانونية والأطر القانونية قبل التحرك في أي اتجاه أو قبل القيام بأي خطوات، يجب أن يتم الحصول قبلها على التصاريح والموافقات الرسمية والحكومية. وأيضا المدير التنفيذي للنادي الأهلي استقبل ظهر اليوم وفد من اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفعل بعد حضور هذا الوفد إلى القاهرة لإعداد وتجهيز فيلم وثائقي عن منتخب مصر قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. وتم الترحيب بأفضل شكل ممكن بضيوف الفيفا أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم منحهم علم أو شعار وتيشيرت النادي لهذا الوفد ولأعضائه، وأتمنى لهم طبعا المدير التنفيذي للنادي الأهلي إقامة أو رحلة سعيدة في مصر خلال فترة تواجدهم. وأيضا وقع اختيارهم على 4 من اللاعبين من النادي الأهلي لطبعا دخولهم ضمن اهتمامات هذا الفيلم الوثائقي اللي بيتم إعداده عن لاعبي كرة القدم في مصر وعن منتخب مصر قبل خوض نهائيات كأس العالم في روسيا، شريف إكرامي وأحمد فتحي وسعد سمير وعبد الله السعيد. وقام بالتسجيل معهم الوفد وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش لقائه أيضا ووجوده في النادي ولقائه مع المدير التنفيذي. وربما إن شاء الله في وقت لاحق من حلقتنا النهاردة هيكون في تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء، ربما لو تم الانتهاء من تحضير هذا التقرير اللي بيعرض لنا تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء اللي تم اليوم بين وفد الفيفا والمدير التنفيذي للنادي الأهلي هنعرضه بالتأكيد على حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة. وزير الشباب والرياضة يدشن صندوق الرياضة المصري. فكرة تدشين هذا الصندوق، شركة لهذا الصندوق برأس مال 250 مليون جنيه لدعم وتجهيز وتوفير كل الدعم المالي والروافد المالية اللازمة لتمويل عملية إعداد الأبطال المصريين اللي بيستعدوا لخوض الدورات الأولمبية. طبعا التفاصيل بتقول أنه قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتدشين صندوق دعم الرياضة المصري في الحفل الذي يقيم صباح اليوم تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. حضر الحفلة المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأيضا محمد الإتريبي رئيس بنك مصر ورئيس صندوق الرياضة المصري والدكتور سامح الترجمان نائب رئيس صندوق الرياضة المصري ومجموعة من رؤساء الاتحادات الرياضية منهم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث والمهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو وعدد من رجال الأعمال ولفيف من كبار الإعلاميين والنقاد الرياضيين. هنتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر عن الهدف من إنشاء أو تدشين هذا الصندوق وكيفية تفعيله بالشكل الأمثل وزيادة رأس ماله أيضا وإمكاناته وقدراته المالية والتمويلية لأبطالنا الرياضيين في المجالات المختلفة من خلال هذا التقرير. أشكر هنا النواب
ومعنا النائبه رانيا انه الجتاعه كانوا حريصين وقت اعداد هذا القانون انه يكون في ماده بتدي دعم ومسانده للقطاع الخاص ويساهم باعفاءات من الوعاء الضريبي. ولذلك احنا برضو هنا بحب اشجع المجتمع المدني والقطاع الخاص ان هو يدعم هذا الصندوق. احنا بالنسبه لنا كوزاره حريصين جدا ان احنا من خلال برضو التعاون مع المؤسسات الدوليه هم حريصين جدا ان هم يدعموا هذا الصندوق، لانه بطبيعه الحال هو التنميه البشريه والاهداف الخطه التنمويه المستدامه مش هنقدر ان احنا ننجح فيها ولا نحقق اهدافها من غير ما نستثمر في شبابنا. فانا باكد للزميل العزيز المهندس خالد عبد العزيز ان احنا بالفعل نتحرك سريعا لدعم هذا الصندوق، ونتعاون طبعا مع مجلس الاداره ومع كل الاعضاء ونتواصل مع الاولويات باذن الله. انا باكد لحضراتكم إن الدولة ستظل تدعم الاتحادات والأندية لأن ده دورها، لأن الاتحادات والأندية دي كمان بتخرج شباب كتير جدا يشارك في المنتخبات، ولكن طبقا للظروف اللي بتمر بيها البلد وبيمر بيها العالم كله على فكرة، مش هنقدر ندي إلى الحاجات الأساسية اللي تطور المنشآت الرياضية، وهذه المبالغ اللي بندفعها بتقل سنة عن سنة حتى وإن فضلت بنفس القدر أو زادت حتى 10%، لان الفلوس اللي بتدفع ديت بتقل قيمتها مقارنه بكل الغلاء الاسعار اللي بيتم. وبالتالي الناس بتقول ان الوزاره قللت الدعم للاتحادات الرياضيه والانديه، لم يحدث هذا الامر اطلاقا. ده احنا دفعنا ودفعنا زياده، لكن قيمه الاموال ديت اللي احنا دفعناها قلت جدا عن نفس القيمه اللي كانت موجوده في السنوات السابقه نتيجه تحرير سعر الصرف. فاصبح ما عندناش حل تاني، ما فيش حل اخر. حتى لو الدولة قررت السنة الجاية تدفع المبلغ ده وزيادة 25% والسنة اللي بعديها تدفع 25%، لن تستطيع الاتحادات ولا الأندية الرياضية ولا مراكز الشباب انها تقدر تغطي مصروفاتها او تقدر تطور من حالها او تقدر تعمل الصيانة المطلوبة او تقدر تجيب الكوادر الجيدة اللي تدير بيها العمل الرياضي والشباب. مستحيل. فلابد ان نبحث عن فكرة، بس المرة دي مش خارج الصندوق، المرة دي داخل الصندوق. فلما تيجي الفكره هذه تقول لك احنا جايين مستعدين نعمل صندوق لدعم الرياضه المصريه، صحيح الصندوق ده مش هيدعم كل الرياضه المصريه، انما ممكن يدعم مجموعه من الابطال او يدعم مجموعه من الفرق اللي ممكن تنافس عالميا، لكن على الاقل لو دعم ب 20% 25% ده هيشيل من على كاهل الدوله هذا المبلغ. فيبقى لازم هذا الصندوق ندعمه بشكل كبير جدا، ونبقى عارفين ان هذا الصندوق وصناديق اخرى هو الحل الوحيد، وليس يوجد حل اخر. ولابد أن نفكر بهذه الطريقة، وإذا كنا عايزين نتقدم والرياضة تتقدم لابد أن نضع أفكار جديدة وأشكال جديدة لدعم الرياضة المصرية. كان هذا هو أول حاجة تزامنت في نفس الوقت اللي احنا بندخل فيه مناقشات في البرلمان عشان تعديل قانون الرياضة الجديد، في نفس الوقت بنتكلم مع بنك مصر وشركة بلتون في موضوع صندوق دعم الرياضة. خلوني بس أصحح لحضراتكم معلومة عن الأبعاد الخاصة بالتمويل أو حجم القيمة المالية ورأس المال المدفوع لهذا الصندوق. هي مش 250 مليون جنيه، هي 5 مليون. هذا أول صندوق ينشأ ببعد خيري وتطوعي تماما، رأس مال مدفوع لشركة الصندوق بقيمة 5 مليون جنيه، وهو أول أسلوب جديد للتمويل في مصر يتبع في هذا الاتجاه أو أول خطوة خارجة عن طبعا الأعباء المالية الملقاة على الدولة أو عن إطار الموازنة العامة للدولة. المستهدف هو طرح وثائق للاكتتاب أولية بقيمة 250 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع حتى الآن هو 5 مليون جنيه. وزي ما بنأكد لحضراتكم أن هذا النشاط يعتبر صندوق استثمار خيري لأول مرة للنهوض بالرياضة ودعم رياضيين خارج إطار الموازنة العامة للدولة. جدير بالذكر كمان ان توجه الدولة بينعكس على بعض الاختيارات، يعني النهاردة الاشارة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ليدفعنا للتفاؤل، طبعا اختيار جيد ونثني عليه، ويدفعنا للتفاؤل بوجود هذا التوجه لدى الدولة في الفترة المقبلة باختيار اجيال جديدة من الشباب من القيادات في كافة القطاعات، لان عندهم رؤى مختلفة، عندهم دائما ابدا روح جديدة
عزم على التغيير للأفضل والتطوير ومتابعة واطلاع على كل المستجدات في العالم. عشان كده بنقول إن ده توجه واضح لدى الدولة وبينعكس على اختيار بعض القطاعات أو بعض الكفاءات لقيادة بعض القطاعات، وإن شاء الله يتم تعميم التجربة تدريجيا مع الحفاظ على أصحاب الخبرات الكبيرة اللي هم بيعتبروا بالتأكيد ثروة موجودة في أي وطن أو في أي بلد من بلدان العالم، لكن مع الدفع ب القيادات والطاقات الجديدة من الشباب في كافة القطاعات لمن له من الخبرات وطبعا البعد الخاص بالإمكانات العلمية والأكاديمية والدرجات العلمية والخبرات الإدارية اللي تراكمت في سنوات ولكن بشكل سريع جدا وميزته عن أقرانه اللي يخليه قادر على وأهل لهذه المهمة وقادر على تولي المسؤولية في أي قطاع من قطاعات الدولة. فبنتمنى أن هذا الاتجاه يستمر إن شاء الله في الفترة القادمة. أخيرا في فقرتنا الأولى آخر خبر معنا قبل ما نبدأ باستقبال ضيوفنا النهاردة وفقرات الحوار مع ضيوف الأهلي في كل مكان، منتخب مصر للشباب مقبل على معسكر جديد بعد غد الثلاثاء ويستمر لمدة 3 أيام في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار سلسلة استعدادات لتصفيات أفريقيا بقيادة الكابتن حمادة صدقي المدير الفني. والجهاز قد أعلن قائمة اللاعبين لهذا المعسكر وبتضم 30 لاعب. كاميرا الأهلي في كل مكان أيضا تابعت هذا التحرك وهذه الأخبار الخاصة باستعدادات هذا المنتخب وبقيادة أيضا واحد من أبناء النادي الأهلي المتواجدين بنجاحاتهم وخبراتهم في كل مكان. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع نبدأ في استقبال ضيوفنا في الاستوديو. هيكون معنا بعد قليل الكابتن شريف عبد الفضيل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، هيكون معنا بعد قليل في الأهلي في كل مكان. من ساعة ما ابتدينا الشغل احنا بنشتغل على طول، يعني كل يوم بروح الاتحاد بتابع الدوريات كلها، بسأل الأندية الدرجة الثانية على السن دوت. اللي كان عندنا تجربة مفيدة جدا بطولة زامبيا اللي هي كوسافا، شفنا على الواقع الوقت يعني اللعيبة عاملة ازاي، القوة موجودة بشكل كبير جدا، حتى موجودة دلوقتي في شمال افريقيا، لعبت ماتشين مع تونس اتغلبنا هناك، القوة الجسمانية موجودة عندهم، اختياراتهم انتقائهم بشكل جيد، القوة موجودة، فده اللي هنقابله في افريقيا. يمكن مشوار زامبيا كان بالنسبة لي كانت حاجة جميلة جدا ليا واللعيبة، شافوا كل الظروف الافريقية، الاجواء، الامطار، الملاعب، التحكيم، احنا مش واخدين على يعني هم مش واخدين على، مش هقول تحكيم وحش ولكن مش واخدين على طريقة التحكيم ده، عندنا التحكيم في مصر فيه شوية فيعني ليه شكل، مش هقول وحش ولا حلو لكن ليه شكل، بتروح افريقيا بتلاقي شكل تاني خالص، فلازم اللعيب من الماتشات الدولية ياخد خبرة من اللي شفناه. الفترة الجاية ان شاء الله في شهر 3 هيكون عندنا ماتشين دوليين، يعني احتمال لسه كابتن بنخاطب عندنا المغرب نيجيريا في كذا عرض، ان شاء الله نتمنى يعني نوفق في العرض اللي احنا يعني او المباراتين اللي احنا نقدر نلعبه ويكون في استفادة قوية للاعبين. الدوري بتاع الشباب ان شاء الله ينتهي على 20/4، هيتم تجميع المنتخب بعدها بعد ما ياخدوا راحة يومين ثلاثة، اول مباراة رسمية لينا ان شاء الله في 11/5، لسه القرعة ممكن تكون في خلال الأسبوع أو حاجة نعرف هنلاعب مين في 11/5، نتمنى إن شاء الله التوفيق لينا، يعني جيل 99 فيه عناصر مميزة وفيه لعيبة الحمد لله دلوقتي بدأت تظهر مع أنديتها في الدوري الممتاز، واللي ما بيشاركش دلوقتي في الدوري الممتاز حتى بتلاقيه متواجد دلوقتي في الفريق الأول وبيشارك في مباريات ودية، فنتمنى إن شاء الله عند يعني 11/5 نكون لعيبة في فورمة كويسة، كون الناس كلها في يعني مستعده ان شاء الله لاول مره رسميه. الحمد لله احنا بقالنا سنه كامله اهو بنعد في المنتخب بتاعنا، والحمد لله عندنا مجموعه مبشره، يعني احنا يمكن المعسكر الاخير اللي احنا فيه دلوقتي دوت بنجيب مجموعه لاول مره نشوفها من خلال الفرق اللي هي الدرجه الثانيه والاولى اللي بيلعبوا فرقهم، فدي مجموعه اول مره بنشوفها يعني عشان ننتقي منهم حد يقدر يستفيد فيه مع المجموعه القديمه. فالحمد لله احنا عملنا فتره ماتشات وديه من بدايه السنه اللي فاتت يعني، ونهيناها ببطوله زامبيا الوديه والحمد لله وحصلنا على المركز الثالث فيها، فالحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته وربنا يوفق بقى. احنا عندنا تصفيات لسه هتبدا في شهر 5 ان شاء الله، اول ماتش لينا هيبقى يوم 11 او 12 او 13، والماتش العوده يا 19 20 21 لسه طبعا لسه ما تحددتش الفرق اللي يعني لسه هنشارك معاها يعني.
زي ما شفنا مع حضراتكم في التقارير الأخيرة نجاحات أبناء النادي الأهلي في كل مكان، شفنا في تقرير خاص بالمنتخب منتخب الشباب الكابتن حمادة صدقي الكابتن أسامة حسني، دايما بنجد كوادر متميزة من أبناء النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية ومن أجيال كروية مختلفة متواجدين بقوة سواء مع المنتخبات أو مع النادي الأهلي في مراحل مختلفة من فرق كرة القدم أو في تجارب خارج النادي الأهلي ولكن داخل مصر أو تجارب عربية أو أجنبية مع أي نادي ممكن يكون للاعب حظ في السفر إليه لاعبا للاحتراف لبعض الوقت أو تجارب تدريبية ربما في مصر أو في العالم العربي. وأيضا واحد من أبناء النادي الأهلي اللي حققوا زي ما شفنا في التقرير الأخير نجاحات كبيرة جدا خلال 6 سنوات و12 بطولة مع الفريق الأول لكرة القدم، ونجاح كبير جدا خلال فترة قضاها بعد الانتقال من النادي الإسماعيلي في صفقة زي ما وصف التقرير كانت من الصفقات الجماهيرية واللي كانت بتحظى باهتمام إعلامي كبير قبل ما يختتم حياته الكروية أيضا مع النادي الإسماعيلي مرة أخرى. نجمنا في هذا الحوار الكابتن شريف عبد الفضيل، أهلا بيك كابتن شريف، سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. أهلا بيك يا أستاذ محمد، ومتشكر جدا على المقدمة الجميلة دي، وبشكر فريق الإعداد اللي قدموا المقدمة الرائعة دي، وده مش غريب على النادي الأهلي دايما بيبقى حاضر بأبنائه. فأتمنى إن شاء الله إن احنا بإذن الله نسعد بوجودك معنا وإن مشاهدي القناة وجمهور النادي في كل مكان يسعد بوجودك معنا النهارده إن شاء الله. هبدأ باسم يعني سؤال سريع عن اسم البرنامج، العنوان اللي تم اختياره، الشعار الرئيسي للبرنامج ده الأهلي في كل مكان. الكلمة دي بعد تجربتك الناجحة جدا مع الفريق و12 بطولة في 6 سنوات وقدر كبير من الشهرة والنجومية والنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق للنجم شريف عبد الفضيل مع النادي الأهلي، بتترجمها ازاي؟ بتشوف عبارة الاهلي في كل مكان، بتشوفها في ايه طول الوقت؟ النادي الاهلي دايما معودنا على ان هو دايما رقم واحد في كل حاجة. فانت طالما ختمت حياتك وان انت سطرت تاريخك كله جوه جدران النادي الاهلي، فانت عملت قاعدة جماهيرية عظيمة ليك ان انت النادي الاهلي دايما متفوق افريقيا وعربيا وفي الترتيب العالمي دايما بيبقى متواجد في كل المناصب التدويج. فدي حاجة تحسب لأي لعيب اصلا قدومه للنادي الاهلي دايما، عشان كده بتلاقي رغبه شديده لاي لعيب انه بيكون متواجد جوه النادي الاهلي. بتلاقي صدى لنجاحك وبطولاتك مع النادي في كل مكان بتروح. طبعا لمكانه النادي الاهلي وقدره وسط الشعبيه الجماهيريه الرهيبه اللي موجوده وسط في المحيط الكروي حوالينا كلنا يعني. فالنادي الاهلي دايما بيبقى لينا صدى في كل مكان يعني. الحمد لله الواحد، انا قعدت 6 سنين جوه النادي الاهلي 12 بطوله، لم ابخل في يوم من الايام على النادي الاهلي ان انا في اي تضحيه في اي وات ايفر هي ايه، ما دايما النادي الاهلي مدينا ثوابت كتيره قوي، ويا دوبك انت من اول يوم بتخش النادي الاهلي بيزرع فيك ثوابت بتستغرب الناس دي ليه بتعاملنا كده، النادي ده مختلف بتحس. عشان كده دايما اللي بيخش جوه النادي الاهلي ليه دايما بيقول لك روح الفانلة الحمراء، مع انك جاي من نادي كبير يعني بالزبط. النهارده اللي بيلعب في مصر طبعا الاهلي والزمالك قمه الشعبيه، الاهلي دايما في المقدمه، الزمالك له شعبيه كبيره جدا ايضا، لكن الاسماعيلي نادي له شعبيه له جماهيريه كبيره ومن انديه المقدمه دايما والمنافسه في مصر على اي بطوله. حسيت بالرغم انك جاي من نادي كبير ايضا وله تاريخه واسمه وشعبيته وبطولاته ان التجربه مختلفه تماما مع الاهلي. ده حقيقي، يمكن مش انا لوحدي اللي بحس ده يعني، ناس كتير، انما طبعا ما ننساش فضل ربنا سبحانه وتعالى ان النادي الاسماعيلي ليه فضل كبير علينا. نادي احنا بدانا فيه حياتنا في الكوره وليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، فدي حاجات ما نقدرش ننكرها ابدا. والنادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم وليه تقدير واحترامه عند كلنا. انما دايما احنا بنقول ان النادي الاهلي مختلف في كل شيء، وبدليل ان الواحد مجرد ما بيخش النادي بتختلف كل الامور بالنسبه له يعني. ازاي؟ احنا شفنا في التقرير كنت عمال تحكي لي اسرار كثير عن لقطات وبتضحك لما تفكرها والتقرير بيعرضها. لحظه دخولك النادي قلت لي كان يوم استثنائي وكانت انتخابات والناس شالتك بعد صفقه التوقيع للنادي، يعني احكي لنا المشاهد او الذكريات المهمه قوي اللي فكرك بيها التقرير. يعني احنا اول ما كان اول يوم ليا في قدومي النادي كان تاني يوم صباحا، كانت بدايه الانتخابات، كان كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب كانوا موجودين في اليوم ده. في موقف بقى حصل من كابتن محمود الخطيب عمري ما انساه. فالناس لما بدات تحملنا على الاعناق واتجهنا لاتجاه الخيم الانتخابيه، فالناس مبسوطه بيا الحمد لله ان انا اكون موجود زي ما انا مبسوط بيهم. اتفاجئنا ان كابتن محمود الخطيب بيقول استنى ارجع تاني، احنا ما نعملش الكلام ده.
يعني شريف ما يخش الشو اعلامي، ما يخش الشو عشان خاطر الانتخابات، فهمت قصدي؟ مش احنا اللي نعمل كده، هو قال آه مش هنستغلك في دعايتنا ان التوقيع اللاعب للاهلي وانتقاله من الاسماعيلي مش هيستغل انتخابات بالظبط. يعني دي طبعا يعني دي كانت بدايه، يعني الكلمه دي خطفتني وطول عمرها في وداني، يعني عمري ما بنساها ابدا. احترمت قيمه الجمله دي او المعنى ده. يعني كابتن محمود الخطيب بصراحه اول ما دخلنا قال الجمله دي في وشي على طول، والناس حتى الناس اللي كانوا شايلين اتخضوا كلهم ورجعنا تاني. كنت زعلان بقى انك هتنزل ولا لا؟ بيني وبينك يعني كنت زعلان من فكره انه مش هقدر دلوقتي استمتع بحفاوه الجمهور بيا، لان ده يوم النادي فيه زحمه. ده حقيقي. والاخبار في الاعلام عن صفقه انتقالك، يعني اكيد بيبقى مستمتع بالاستقبال بالشكل ده. اه طبعا. وبعدين يعني سبحان الله بتبقى حاجه من عند ربنا ان انت تبقى تيجي في اليوم ده. يعني اول يوم ليك جوه النادي الاهلي هو يوم الانتخابات، فكان فيه طبعا النادي كله كان لها وقع مختلف عندك. طبعا يعني استقبال شفت في شفت في المقدمه ان الناس كلها كانت موجوده والناس كلها كانت مبسوطه وبرضه حاجه تحسب لكابتن محمود والاداره، يعني ده الطبيعي. آه عندهم فصل بين امور طبعًا. كره القدم وعدم استغلالها دعايه لاي مجلس او لاي مجموعه في الانتخابات. ده حقيقي فعلا، ودي حاجه مش جديده. دي القيم والمبادئ اللي دايما بيتكلم عنها كل من يعرف ويدرك المعنى الحقيقي لقيمه ومبادئ السمة الحقيقيه للنادي الاهلي، وده الطبيعي. طيب قلت كمان اكتر من حاجه عن لقطات شفتها في تقرير، قلت اليوم ده كان في حاجه استثنائيه جدا، وكابتن سيد عبد الحفيظ كنا مسافرين الجونه كان عندنا مباراه، يعني احكي لنا كل الذكريات اللي فكرتك بيها اللقطات اللي كانت في التقرير. ده احنا كان عندنا ده يعني انا عمرها ما حصلت معايا دي، بس دي حصلت يعني اللقطه دي. كان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان مدير كوره ساعتها في الوقت ده، وكان الكابتن محمد يوسف هو المدير الفني. كان عندنا مباراه القطن الكاميروني في قبل نهائي افريقيا لما كنا بنلعب في الجونه. فميعاد الطياره كان الساعه 3 عصرا. انا قفلت تليفوناتي وخلاص وصحيت بدري وخلاص وتمام وجاهز عشان لا جاهز ان ميعاد الطياره الساعه 6. انت واخد ميعاد خلاص الميعاد واخد ميعاد ثاني خلاص. فانا خلاص قافل تليفوناتي عشان المعسكر وكده، فما بردش على حد وقافل تليفوناتي وتمام وظابط مواعيدي. ورحت جاي نازل رايح على النادي ما لقيتش حد. كان ميعاد الطياره الساعه كام بقى؟ كان الساعه 3 رحت متاخر يعني رحت بعديهم بس الحمد لله ان انا لحقتهم في ميعاد التمرين. لو ما كنتش لحقتهم في ميعاد التمرين ما كنتش هلعب. طيب رغم الصرامه المعروفه عن الجهاز الفني ومدير الكوره والمدير الفني دايما في اي مرحله في النادي الاهلي، هل تفهموا ان الواقع طبعا دي كان غير مقصود؟ يعني دي لان شريف انا الحمد لله عمري ما تاخرت عن تمرين دقيقه، يعني ما ففهموا ان الواقع كده يعني ان كلامك فيه صدق وانه ما توقعش عليك عقوبه. لا اتوقع طبعا عقوبه. اتوقع عقوبه؟ لا مفيش هزار. لا 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 مفيش هزار، العقوبه دي شيء اساسي. ان خلاص حصل حتى لو انت مش عن عمد او مفيش اهمال منك، انا فاكر ثلاثه ما كنتش واخد المعلومه صح، دي مسؤوليه. انت كلاعب مطالب ان انت تتاكد من مواعيد كل شيء موجود. يعني جدول عندك 1 2 3 لازم الثلاث خطوات دول تبقى عارف موعدهم مظبوط جدا. عندك الاداري لازم تساله. ده خطأ خلاص في خروج عن النظام المتعارف عليه، يعني وقعوا العقوبه. ده لازم يبقى فيه عقوبه. لكن على المستوى الشخصي ما كانوش مستنيين منك، فهموا انها خطا غير مقصود بالظبط، بس يعني عشان ما يتكررش كان في عقوبه بقى لازم تكرر. ده طبيعي ودي سمه من سماتهم. يعني في انديه تانية على فكره حاجات زي كده ممكن يتغاضى عنها وبالحب وبتاع تمشي. هنا بقى النقطه، هنا في رولز موجوده لازم الحاجات الصارمه دي تبقى موجوده، انما المحبه اوكي موجوده، انما في الشغل في الاحترافيه مفيش محبه، وده اللي موجود جوه هنا. هنتكلم شويه عن تجربتك مع النادي الاهلي، ال 12 بطوله مشوارك او حجم البطولات طبعا اللي عملت شهره واسم الكابتن شريف عبد الفضيل كلاعب كره، طبعا رغم نجاحاتك اللي حققتها في الاسماعيلي وكان اسمك في الوقت ده مطلوب. يعني انا اتذكر حوار مع فيو بوكير المدير الفني الالماني اللي كان متولي نادي الزمالك، قال عن الاسماء اللي كان عايز يضمها للزمالك في الوقت ده، قال منهم شريف عبد الفضيل. ده كان في حوار مباشر معانا، واتذكر ان اسمك كان مطروح بقوه للصفقات اللي مهتم بيها الاهلي والزمالك في الوقت ده. تجربتك مع الاهلي البطولات اللي حققتها بتعني ايه بالنسبه لك مع نهايه مشوارك كلاعب؟ شايفها ازاي تجربتك كلها مع الاهلي؟ بتقيمها ازاي؟ انا شايفها، انا كنت اتمنى ان انا ازود التجربه دي باشياء كتيره، بس طبعا هي حته توقفت قصه الاصابه والحاجات دي، طبعا دي حاجات خارجه عن ارادتنا كلنا. كنت اتمنى ان انا افضل استمر فيها بشكل كبير يعني. بس الحمد لله يمكن ان انا توقفت هنا لعظمه ومكانه البطولات اللي انا حققتها، لان احنا حققنا بطولات مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. كنت محظوظ بالجيل ده، كنت مع جيل مميز جدا. والتوقيت كمان كان صعب جدا ان انت تحقق فيه اي بطولات. انت بتتكلم في وقت ما كانش فيه كوره خالص في مصر، مفيش اي حد بيلعب كوره، ما بتلعبش حتى ماتشات وديه، مش عارف تعمل ماتشات وديه. وربنا يكرمك وتاخد بطوله افريقيا. الوقت ده كان الاضطرابات السياسيه والامنيه اللي حصلت معطله النشاط الرياضي ومأثره على كل حاجه طبعا. احداث في البلد، فما كانش فيه كل ده. فان انت تاخد بطوله افريقيا وبعديها تاخد بطوله افريقيا وتروح بطوله العالم للانديه في اليابان، وترجع تاخد بطوله افريقيا وتروح بطوله العالم للانديه في المغرب،
في التوقيت ده ان انت تاخد البطولات العظيمه دي، والناس الحمد لله حاسه بقيمه البطولات دي وحاسه بالناس اللي كانت موجوده. هو ده اللي بقول لك عليه بقى، ان انا التوقيت ده الحمد لله يمكن الواحد ليه ذكرى كويسه مع الناس عشان كده. طب كلمنا عن الصور اللي شايفينها على الشاشه دي، فاكر اللقطات دي اثناء كده؟ طبعا كنا في الطياره ساعتها، كنا رايحين في زامبيا تقريبا، كنا بنلعب فريق مازيمبي الكونغولي. فدي مره كنا قاعدين في الطياره انا وبركات وتريكا وسيد، بنقعد بقى وقت طويل، بنسافر بقى 12 ساعه. جيل مميز جدا يعني، شفنا في مجموعه اللقطات دي اهو قدامنا بركات، ابو تريكا، سيد معوض، احمد حسن في اللقطات اللي قبلها، خالد بيبو، ياسر رضوان، حسام غالي، شريف اكرامي. شايفين مجموعه غنيه جدا. هل كنت سعيد بان المجموعه دي او القدرات دي في اي فريق بتخلي كل لاعب يطلع افضل ما عنده، او كمان يظهر بمستوى ما ظهرش بيه مع نادي اقل في الامكانيات؟ ما انا قلت لك يعني، شفت انت قيمه البطولات اللي احنا خدناها وقوه البطوله نفسها، ان انت بتاخد البطولتين افريقيا وبعدها كونفدريشن كاب الكونفدراليه، في الظروف اللي انت فيها دي يبقى كان لازم يبقى معاك الاسامي دي. الناس في صوره كمان فيها ضحكه صادقه جدا مع كابتن الخطيب، يعني لقطه ظهرت فيها مع كابتن الخطيب في الصور دي. خاصة كنا ايه الحاجات، اهي الصوره قدامنا، ايه الحاجات اللي فاكرها انه اتعلمتها من كابتن الخطيب ومش هتنساها؟ اهم الحوارات اللي دارت مع بدايه رحلتك في المشاركه مع النادي الاهلي وبعد انضمامك للنادي مباشره، ايه اكتر حاجات فاكرها، سواء نصايح او توجيهات او حاجات اكد لك كابتن خطيب ان ما فيهاش هزار طالما انت في النادي الاهلي؟ لا، كابتن خطيب يمكن اول مره اول دخولي النادي الاهلي كان تاني يوم، راح جاي بعث لي، رحت له المكتب، قال لي يا شريف احنا انت لعيب كبير وذو قيمه عندنا، احنا محتاجينك ان شاء الله ما تسمعش لاي حد في الاعلام خالص، ما تتكلمش مع اي حد خالص، الاعلام كله هيبقى عامل عليك ستريس. ده حقيقي فعلا، لان طبعا كانت قصه ان انا انتقل مباشره من النادي الاسماعيلي. وسائل الاعلام بقى طول الوقت كميه حوارات مطلوبه، والاعلام الزملكاوي كان شادد عليا شويه، انتقادات او هجوم عليك. طبعا والاسماعيلي نفس الكلام، فكان هو مطالب ان هو يبقى سبورت معايا. فقال لي بص، سياسه النادي الاهلي احنا لا ننساق لاي كلام، احنا لينا شغلنا، بنركز شغلنا بس، ما تسمعش اي حاجه، احنا عارفين قيمتك كويس عشان كده احنا جبناك، اشتغل ومالكش دعوه بيها، وما تردش بقى على اي هجوم عليك. قال لي اشتغل، مش عايزين نسمع لك تصريحات، اشتغل يعني اشتغل وما ترد ومالكش دعوه باي حد، شغلك بس. دي كانت اول لقاء ليا بيه، وما شفتوش بعد سنة. وعملت كده فعلا، بدات تركز في شغلك مع الفريق، تمريناتك، ماتشاتك، وما تركزش في اللي بيتقال في الاعلام في الوقت ده خالص. ده حقيقي طبعا، تم تنفيذ الكلام ده بشكل صارم، والحمد لله يمكن ودي النتيجه الحمد لله. كانت فتره فعلا كان في مفاضله بين اكتر من عرض، لانك كنت عامل نتائج كويسه جدا واسمك لامع جدا مع الاسماعيلي في الوقت ده، وبدا الحديث عن انضمام لواحد من انديه القمه وفي مقدمتهم الاهلي، واسمك طرح برضو انه مطلوب للانتقال للزمالك. هل كان في اكتر من عرض قبل انتقالك للاهلي؟ فضلت يعني بين العروض دي واخترت الاهلي؟ ما هو كان في ساعتها الزمالك، وكان في الاهلي، وكان في حاجه كمان من بلجيكا ساعتها في الوقت دوت. بس انا طبعا يعني الكفه كانت ارجح للنادي الاهلي في كل شيء، يعني يمكن احنا يعني اتكلمت قوي كتير قوي في الموضوع دوت، ان احنا كان عندي المقابل المادي كمان كان جاي لي مضاعف اللي كنت هاخده في النادي الاهلي. شوف في رحلتك في اوروبا، لو في بلجيكا ولا ده اللي هنا كان عندك عرض مالي اعلى كمان، وناس كتيره توسطوا في الموضوع بتاعنا. لا خلاص، هو يعني هو قرار النادي الاهلي، مفيش رجعه فيه. ليه حسمت الامور بان انا عايز اروح الاهلي حتى لو يعني عندي هي عرض مادي؟ الامور من الاول كده، انا حاسمها من الاول كده. احنا لما جينا اتكلمنا اصلا في البدايه ان النادي الاهلي، بس مجرد ما هو رغب، هو النادي الاهلي اصلا كان عايز قبلها 3 سنين كمان. يعني هو من قبلها المفاوضات دي قعدت فتره طويله، المفاوضات شغاله اوريدي. فانا اوريدي يا جماعه، انا نفسي اكون موجود، ده شرف ليا. كنت بتقول ده لمجلس اداره النادي الاسماعيلي ان رغبتك الانتقال طبعا لها. ما هو النادي الاسماعيلي، خلينا نكون صراحه، هو مش هيقدر يطلعك مباشره للنادي الاهلي، يستحيل. بتبقى صفقه الجماهير بتاخدها بحساسيه شويه، بيبقى في دايما حاجات في منافسه شديده وجماهيريه، ودايما تاريخ لقاءات الفريقين في ابعاد خاصه بانه مش عايزين نجمنا او نجم من نجومنا يروح الاهلي، ودايما الجمهور بيبقى مش موافق على ده، او تحديدا يقول الاهلي ما يخطفش نجومنا او ما ياخدش مننا النجوم. ده حقيقي. يعني انا اقول لك نقطه مهمه برضو، ان مثلا مجالس الادارات بتهاجم في الاسماعيلي بالذات، ان هو دايما بيفرط في نجومه بالذات لنادي الاهلي. فلو مع وجود مجلس الاداره الحالي المهندس ابراهيم عثمان تقريبا، يمكن هو مشد يعني في شده قوي وصرامه في ان هو ما يطلعش اي لعيب للنادي الاهلي. انا شايف ان ده احترافيه. باشمهندس ابراهيم ذو خبره وقادر ان هو يتعامل مع الامور دي بشكل كويس جدا. هي الكوره كده، احنا في زمن احتراف. اللعيب ما هو طول ما هو عندي وهو مش مرتاح مش هيديني، مش هيأدي بشكل كويس جدا، مش هقدر يديني القوه اللي انا محتاجها في التيم.
يبقى انا استفيد منه احسن ماديا طالما انا اوريدي عندي قصور في النواحي الماديه. ده الطبيعي في كره القدم وده الاحتراف. انا نفسي بس يبقى عندنا حته الاحترافيه شويه نبص لده. ما فيش بقى تقول لي ابقى قاعد في النادي ده ما امشيش عشان ما اروحش للنادي الثاني. ما تروح مع انديه اوروبا كلها لعيب بيبقى هنا النهارده. انت عايز تفكير يبقى عملي اكتر من كده، يا اما البعد الفني يا اما البعد الاستثماري. بالظبط، عشان اللعيب هتخسره كده كده. اللعيب مش هيقدر يديك. في تجارب رائعه لنجوم كانوا مميزين جدا في الاسماعيلي واضافوا كتير واستفادوا كتير بخبراتهم مع النادي الاهلي وحققوا بطولات وشعبيه ونجوميه اكبر، وكمان مستواهم الفني زاد مع انضمام لمجموعه كبيره من النجوم في النادي الاهلي، فكمان اللاعب نفسه بقى حاجه تانية خالص، يعني مستواه بقى مختلف، تاثيره في المنتخب، حجم شعبيته، تجارب ناجحه جدا. بالظبط، يعني بيروح الفرق فريق النادي الاهلي بيضيف للنادي الاهلي وكمان بيضيف للمنتخب وبيضيف لنفسه. اهم حاجه ان انت كمان بتضيف للمنتخب، يبقى هي دي. يبقى احنا لازم يبقى لنا بعد في نظره اللعيب. اللعيب ده ايه التطور بتاعه، هيوصل لغايه فين؟ احنا ما عندناش دي الرؤيه فيما بعد ايه اللي هيحصل، ده اللي مطلوب مننا. طب واتحلت ازاي؟ يعني اتحلت ازاي؟ لانك قلت ساعتها المجلس كان بيقول انه مش هيقدر يخليك تروح مباشره من الاسماعيلي للاهلي. ده حقيقي، حصل بقى حاجات اداريه بين التفاهمات، حاجات صغيره كده بدات تحصل بشكل مباشر غير مباشر. ده طبيعي، يعني انت عندك مثلا قصه نيمار ان هو يبقى الشرط الجزائي الناس تلاقي الفلوس داخله النادي، خلاص نيمار راح بي اس جي، بقى في باريس سان جيرمان خلاص. فالحاجات دي هي دي الاداريه، فده طبيعي جدا في الكوره. تمت الحمد لله امور اداريه بشكل مبسط وسريع وتمت في منتصف الليل. كابتن شريف، هنتابع معاك ومع مشاهدينا تقرير اخر بيتناول المسيره الناجحه والاكثر من رائعه حاليا للنادي الاهلي، ونعود لاستكمال هذا الحوار بعد ما نسمع بعض الاراء اللي بتتكلم عن حجم النجاح اللي بيحققه الجيل الحالي من اللاعبين في النادي الاهلي مع الجهاز الفني الحالي بقياده الكابتن حسام البدري. نشوف مع بعض. النادي الاهلي خلاص، يعني خلصت فيه كل الكلام، ما شاء الله، الله اكبر، ارقام قياسيه. النادي الاهلي كان بيكسب نتائج كويسه، ولكن الاداء في بعض الاوقات الموسم اللي فات ما كانتش على المستوى. السنه دي كابتن حسام كمان بيحط بصمه، النادي الاهلي بيلعب لعب ممتع، اللعيبه تحس انها بتستمتع وهي بتلعب كوره. طبعا وجود تثبيت للتشكيل، وجود تجانس، وجود عبد الله السعيد مع اجاييه، مع وليد سليمان، مع مؤمن قبل ما يغادر، مع وليد ازارو اللي تالق كمان بشكل لافت للنظر في الفتره الاخيره، مع ثبات بقيه النجوم كلهم والتشكيل، انا شايف انه ادى للنادي الاهلي قوه. النادي الاهلي بيلعب كره حلوه قوي، النادي الاهلي خلاص يعني فارق عن الانديه كلها. نتمنى بقى انها كمان تكمل ببطوله افريقيا. الاهلي السنه دي بصراحه بدون مجامله، يعني بقول الكلام ده على طول في الراديو، احسن فرقه في مصر، فرقه مستقره، جهاز فني عالي جدا طبعا، كابتن حسام بدري وكابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكابتن طارق السليمان، كل الجهاز يعني بصراحه عاملين شغل كويس جدا. النادي الاهلي ملوش منافس السنه دي، يعني بيلعب كوره حلوه قوي، كوره سريعه، تحرك بدون كوره، شيء محفوظ بيتعمل بالنسبه للنادي الاهلي، ورغم ان الفرق كلها حافظه طريقه نادي الاهلي وبيلعب ازاي وكده، لكن ما حدش بيقدر يوقف الاهلي. كابتن حسام عامل روتيشن كويس قوي، كل اللعيبه بتلعب، والصفقات او اللعيبه اللي راحت السعوديه برضو عارف كانت عامله تخمه شويه، فلما مشوا راح السعوديه بقى في فرص للعيبه ثانيه، واللعيبه الثانيه اللي هي سافرت تستفاد فلوس وتستفاد لعب واحتكاك. فلا يعني فنيا النادي الاهلي احسن فرقه في مصر في الفتره الحاليه. شفنا مع حضراتكم التصريحات سواء لواحد من اصحاب موهبه من اعلى وافضل المواهب في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه، النجم الكبير وليد صلاح الدين اللي كان طبعا بيمتعنا بمهارته الاستثنائيه واهدافه مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وايضا من زملائنا ومن نجوم الاعلام الرياضي الكابتن كريم حسن شحاته ورايهم في النادي الاهلي وتالقه في هذه المرحله. كابتن شريف عبد الفضيل، رايك ايه في التصريحات اللي قالوها عن النادي الاهلي وانه الافضل بفارق كبير عن اقرب المنافسين فنيا وبالنتائج في المرحله دي؟ اه طبعا، يمكن هو الكابتن وليد صلاح بدا بكلامه وقال لك يعني خلصت فيه كل الكلام، يعني ده حقيقي، يعني دي الكلمه اللي لازم نقولها كلنا دايما. النادي الاهلي لما بيتصدر الدوري العام او بيتصدر اي بطوله صعب جدا ان انت تلاحقه في اي شيء. وبعدين بقى كمان تضيف الابداع في كرة القدم، بقى في ابداع عند النادي الاهلي، امكانيات رهيبه عند اللعيبه، كابتن حسام البدري زرع فيهم التنظيم الجيد قوي في الملعب، التكتيك على اعلى مستوى،
مش اللعيب اللي هيلعب مين هو الاسم اللي موجود عندي مش ده اللي يلعب وخلاص. انا اللعيب اللي هينفذ عندي هو اللي بيلعب، وده بانت قوي شخصيه الكابتن حسام البدري في اداره المباريات اللي فاتت يعني. وطبعا والكابتن كريم حسن شحاته اتكلم في النواحي الفنيه بقى وقوه النادي الاهلي وثبات المنظومه ككل وكاداره وكمدير فني وكلعيبه. هو النادي الاهلي فيه كل شيء، منظومه كامله متكامله، ده نجاح اي شيء يعني. طيب هرجع لكلامك عن تفاهمات الاهلي وقدرته دايما على التواصل، يعني النادي الاهلي ومجلس ادارته دائما حريص على اللي ما يطلق عليه يعني اذابه الجليد، او ان ما يبقاش في اي خلافات مع اي نادي في مصر، منها بالتاكيد انديه القمه، منها الزمالك، منها الاسماعيلي، الانديه اللي لها اسم وتاريخ طويل في كره القدم المصريه والعربيه والافريقيه، ولها طبعا وضع خاص شعبيا وجماهيريا. عايز اكلمك عن تعامل النادي الاهلي وحرصه بنفس الدرجه على ابنائه على اولاده في مرحله التفاوض، في مرحله التجديد او حتى انهاء التعاقد. العلاقه الطيبه اللي احنا شايفينها بينك وبين النادي الاهلي وهذا الكيان حاليا، رغم انك ما كملتش مع النادي فتره من الفترات اختلفت الرؤى وقررت تستمر، والنادي كان له راي تاني فني فرجعت الاسماعيلي لفتره، لكن شفنا انك حريص على الاهلي، مفيش خلاف، مفيش انتقادات، فضلت من القريبين للنادي وفضلت من الناس المحبه للنادي، عشان كده النادي الاهلي كمان بيقدر شريف عبد الفضيل. ده حقيقي، يمكن انا ما جيت جددت في الفتره اللي قبل مرحل فيها من النادي الاهلي مباشره، كنت تماما خلاص انا جددت كمان ثلاث مواسم، وكان معايا محمد ناجي جده كمان، وفاجئنا بعد كده ان في قرار ان هو لا يعني شريف كفايه كده، جده كفايه كده، لا في ناس تانية جايه وكده. فده حاجه انا بس الجون اتعاد كذا مره واحنا بنتكلم، فلازم تعلق على الهدف الجميل ده ونرجع نكمل كلامنا عن مرحله التفاوض والتجديد في فتره من الفترات وعدم الاستمرار والعوده للنادي الاسماعيلي مره تانية. كلمنا عن الهدف ده. الهدف ده انا كنت دايما في التدريب باخد كوره كده لوحدي حوالي 10 مرات بعد كل تمرينه كده، اقعد اصوب مع نفسي، وكنت انا دايما متعود ان انا اشوط الحاجات البعيده يعني. ده تكليف من الجهاز ولا ده رغبتك الشخصيه في زياده؟ لا هو بيبقى تكليف من الجهاز. طب بص، ضربات الركنيه، ضربات الثابته، ضربات الجزاء كلها بتبقى مكتوبه في الورقه مين واحد واثنين وثلاثه. شريف الحاجات البعيده هو اللي بيشوطها، القريبه هيبقى بوتريكا مثلا. حتى بوتريكا ساعتها قال لي ما تشوطش، عايز اعملها بليسي، عايز يرفعها يعمل كروس للناس تلعب بدماغها وكده. تقول لا لا سيبها هشوطها. يعني انا صممت ان انا اشوطه، وخلي بالك يعني انا يمكن كنت بتتمرن على التسديد بعد يعني خلال فتره التدريبات من المسافات دي. ده حقيقي على طول. وبعدين انا الحمد لله كنت عندي القدره ان انا اشوط من مسافات ابعد من كده وفي كذا زاويه، بس انا وماتشات كتيره جدا شاركت في وشوط فاولات كتيره جدا وكانت قريبه كتيره جدا انها تخش في اكتر من لقاء، وكانت حاجات كويسه. بس جت فتره بقى بعدت عن ليه مش عارف، لقيت نفسي بعدت. لا يعني عن التسديد. محافظ على نفس الوحدات وجرعات التدريب في التسديد ولا كنت قللتها وشغلت الجوانب الفنيه ثانيه فاثرت عليك؟ من ساعه الاحداث السياسيه اللي حصلت وبالذات احداث بورسعيد بصراحه يعني انا نفسيا تعبنا كلنا نفسيا الفتره دي شويه. مش عايزين طبعا نعيد الكلام ده عشان الواحد بيحس. طبعا كان فتره مؤلمه وممكن ايامها كل لعيب او كل جهاز فني بيأدي الواجب اللي عليه، بس ما بيجودش او ما بيقدمش بقى حاجه. ما حدش انا اول اصابه فعلا جات لي بعد الاحداث دي على طول، ومن ساعتها بدات تتوالى الاصابات عندي. بتجي لي على فترات كده ورابطها بالبعد النفسي الازمات طبعا النفسيه. نفسيا كانت مشكله بالنسبه لي من بعد الاحداث دي فعلا. انا اول مره اصاب في اصابه عضليه، انا عمري يعني انا اول اصابه عضليه لك انا عندي 29 سنه. كنت قوي بدنيا، كنت الحمد لله انا بدنيا عاليه جدا، مفيش حاجه اسمها، كنت دايما محافظ على نفسي كويس، وانا بدري واصحى بدري وباكل كويس ومواظب على التدريبات في ميعادها. ومش من اللاعبين اللي كانوا يحتاجوا اطالات خلال المباراه، ما يجيلكش؟ لا لا مفيش الحمد لله عمري، مش من اللاعبين النوعيه دي. مهما كنت بعيد، انا فاكر الماتش ده كان مع كابتن محمد يوسف برضو، وكنت بعيد جدا عن المشاركه خلاص، فجه قال لي شوف انا هلاعبك، ولعبني باك رايت. باك رايت دي محتاجه مجهود مضاعف، ان انت تبقى بتلعب في افريقيا سبرنتاتها كتير قوي دايما. بص في افريقيا مش، وبعدين كنت بلعب على لعيب سريع جدا. اللعيب ده كان حاجه يعني، بص ده ما بيعملش غير ان هو يقعد يجري انت والله يعني. فالمجهود اعلى عليك في ماتش زي ده. فدايما كنت باجي في الاوقات اللي هي الصعبه دي فاشارك فيها، الحمد لله كان عندي القوه ان انا اقدر اعمل ده. خلاص دي كانت الساعه 3 الظهر مثلا، ملاعب وحشه جدا، ملاعب سيئه، جو صعب مش متعودين، درجه عاليه، رطوبه، الحراره عاليه جدا ورطوبه عاليه جدا في نفس الوقت. بس يعني فدي كانت من الحاجات الصعبه قوي يعني الواحد مرت عليه، حته ان انت تبقى
يمر عليك حدث نفسي زي اللي حصل في بتاع بورسعيد يعني. فالحمد لله ان الامور عدت على خير وان شاء الله ان شاء الله يعني المشكلات دي او المشاهد المؤسفه دي ما تتكررش تاني, ويعني نستمتع بالرياضه وبملاعبنا بشكل مختلف في الفتره الجايه, ويبقى في وعي جماهيري اكتر, في امور تنظيميه افضل, كل شيء يسير في اتجاه ان احنا كلنا حاجه واحده, كلنا مجتمع واحد, ومفيش ده موجود مهما كنا بنحب انديتنا وبنشجعها, يبقى بعيد عن العنف, بعيد عن التطرف, عن التعصب, ونقدر نستمتع ونشجع انديتنا مهما كانت درجة حبنا, ولو بدرجة فيها جنون في حب أو تشجيع أي نادي, بس من غير ما يكون في إيذاء لأي شخص يعني. ده, حقيقي. ده نبعده إن شاء الله عن تفكيرنا تماما في الفترة الجاية. كل الأندية المصرية بنبدأ بنفسنا دايما, ونكون الأهلي هو القدوة, والكل يكون بيتحرك بنفس الشكل إن شاء الله. أرجع للتفاوض مع النادي, قلت أنه حتى في مرحلة إنهاء التعاقد وعدم التجديد وعودتك للإسماعيلي كان ده في إطار من المودة ومن الاحترام المتبادل والمحبة للنادي ولك. ده حقيقي. يمكن بعد ما حصل ده انا يعني انا كان موقفي قوي جدا ان انا ممكن ارفع دعوه على النادي الاهلي واكسبها بشكل, لان انا تم فسخ التعاقد في وقت كان صعب جدا انا وجده في نفس الكلام. فيمكن انا قعدنا انا وجده واتكلمنا, ويمكن في اكتر من كذا محامي جالنا وناس من سويسرا وحاجات مضمونه 100%. هو بقى بيتعرض عليك كمان عندك فرصه كويسه. قلت لهم يعني موقف صعب قوي, انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت عايزني انا ارفع دعوه على النادي الاهلي؟ لا طبعا استحيل. النادي الاهلي نفسه هو ما كانش طرف في الموضوع, انت عندك طرف تاني اللي هو الجهه اللي نفذت القرار. مين هي الجهه اللي نفذت القرار؟ هي بتبقى اتحاد الكوره هو اللي نفذ القرار دوت. فدي بنود عنده في اللوائح الداخليه في اتحاد الكوره, هي صاحبه القرار ده. النادي الاهلي اوريدي قال له حط مبلغ معين في اتحاد الكوره وخلاص, يبقى انت كده التزمت بالبنود الماليه اللي بالظبط. فالنادي الاهلي بره القصة اصلا يعني, انت فاهم قصدي؟ او التزم ماليا وهو بينهي التعاقد, او يعني لا يكمل التعاقد باي شكل, يبقى بينهيه بالبنود والالتزامات اللي عليه ماليا. بالظبط كده. ويمكن ده اللي حصل بشكل ودي بيني وبين النادي الاهلي, لان الناس يمكن حتى اتكلمت مع كابتن سيد عبد الحفيظ ساعتها ورئيس النادي السابق, واتكلمنا بشكل ودي جدا. الناس قالت لي كل حقوقك موجوده وكل في انا ناس كتير بيتم المحافظه عليه بالظبط يعني. عمره ما بيخسر ده. وبعدين عمر ما حد في مصر يقدر يرفع دعوه على النادي الاهلي مستحيل يعني. ممكن حد من الاجانب اوكي يحصل حاجات معينه كده, ده موضوع تاني, انما احنا عمرها ما حصلت ان في لعيب يرفع دعوه على النادي الاهلي اللي هو اللي اتعلم ودخل النادي ونجح معاه وعرف قيمه بالزبط. المكان ده. فانا يعني انا احتراما للنادي الاهلي, انا ياما فرحت وياما خدت بطولات هنا, وحصل احداث مؤسفه وحصل حاجات كتيره, فبقى في ربط بينه وبين النادي الاهلي غريب. حاجات محزنه كتير حصلت وحاجات مفرحه كتير قوي في اوقات صعبه قوي, فارتبطت بيه عاطفيا جدا. ده اللي حاصل يعني. انت ليه دايما تقول شفت بس انت بتحب هنا قوي؟ بحبه عشان ده, ارتبطت قوي بالاحداث اللي حصلت الكتيره دي ما بتلاقيهاش في اي حته. وحققت بطولات الحمد لله انا بعتبرها عظيمه, لان هي كانت فضلت في الوقت ده ارجع استكمل تجربتي كلاعب كره ولو بعيدا عن النادي الاهلي, بس بشكل تفضل فيه العلاقه الوديه والانسانيه دي معاك. بالظبط, لان ده لقيته منهم بصراحه رده فعل جميله منهم, والناس ما باي حاجه انت عايزها تتنفذ لك باي شيء. لا قلت لهم لا طبعا, ولا هرفع دعوه عمري ولا بتاع, الموضوع خلص وخلاص انتهت في ثانيه. طيب انا هكلمك عن بعض الامور الفنيه سواء الخاصه بيك او بالاهلي في الفتره دي, لكن مش ممكن نمر على مباراه اليوم اللي انتهت منذ قليل واحنا مع بعض دلوقتي بنبدا اللقاء ده بين الاسماعيلي وامبي, وفاز فيها امبي بهدفين نظيفين. الاسماعيلي لعب المباراه رقم 24 وتوقف رصيده عند النقطه 46. اولا ده طبعا على المستوى الشخصي لينا كمشجعين للنادي الاهلي, محبين للنادي, فريق عمل في القناه, جمهور واعضاء النادي ومجلس اداره, اكيد على مستوى المنافسه اللاعبين والجهاز الفني في الاهلي الكل سعيد باتساع الفارق. الفارق مع اقرب منافس هنا الاسماعيلي اصبح 17 نقطه, ولكن في حسابات خاصه بوجود نجم كمان من نجوم النادي الاهلي والاسماعيلي معانا في الاستوديو, شايف ازاي مسيره الاسماعيلي في الوقت ده وتراجعه بعد ما كان بدا الموسم بشكل اكتر من رائع. انا كنت معاك في حلقه قبل كده واتكلمنا مع بعض في الموضوع ده, قلت لك الاسماعيلي هيتراجع. قلت لي ازاي؟ ما هو في المركز الاول. قلت لك لا هيتراجع الاسماعيلي, لان انا عايش جوه النادي وعارف اللي بيحصل في النادي. هنا بنتكلم على المنظومه ككل فيها في خطا فيها خلاص. فدايما طالما في حاجه في المنظومه في خلل ما, هياثر بالسلب على اي عنصر جوه المنظومه دي. فاكتر عنصر بيتضرر هو فريق كره القدم بالذات في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي يمكن النهارده مثلا حصل لقطه ما عجبتنيش, الاسماعيلي جاله ضربه جزاء في الدقيقه 40. اللعيب عمر الوحش هو الشوط الاول في الدقيقه 40, وكانوا 0-0 النتيجه. عمر الوحش هو اللي جاب ضربه الجزاء, فهو مسك الكرة. انا تعاملت مع عمر الوحش وتعاملت مع معظم الجيل اللي موجود ده وشاركت معاهم الموسم اللي فات يعني.
فانا عارف العقليه، عمر وحش كان يمكن بعيد عن المشاركه فعايز يرجع للمشاركه، فهو جاب ضربه الجزاء فهو عايز يشوطها. فانت اوريدي بيبقى فيه في اوضه اللبس المدير الفني حاطط واحد واثنين وثلاثه اللي بيشوط متوزعين كده، فما ينفعش انت كلاعب في ممكن تحصل رؤيه فنيه مثلا المدرب شايف ان اللعيب ده فايق هيقدر يشوطها. فالمدير الفني هو اللي يقول اللي يغير الترتيب الموجود من قبل. فشفت بقى اللي ضايقني بقى ان هو اللعيب مسك الكوره بشكل قوي انا عايز اشوطها، اللعيبه كلها بدات تروح له. دي لما بتحصل اللعيب بيحصل تشويش عند اللعيب اللي داخل هيشوط اصلا، سواء هو اللي طلب يشوط او واحد تاني. ومحمود متولي كان بعيد يعني هو راجل سايبه خالص، فاللعيبه كلها قالت له لا محمود متولي اللي هيشوط لان هو اللي محطوط رقم واحد. فعلا خدها محمود متولي وهو بيسدد كويس ضربات الجزاء اضاع الكوره دي. بس هنا رايك او خبراتك الفنيه ان زميله اللي كان متمسك بانه يشوط ضربه الجزاء دي اثر عليه بالظبط، ان الموقف ده كله ممكن يؤثر على اللاعب ويخليه يخرج عن تركيزه. هي كانت ممكن يحصل حاجه بسيطه جدا من الجهاز الفني من بره ممكن برؤيه معينه طب شوط انت خلاص، بس دي انا استبعدها طالما في واحد يبقى ده خطا فني من اللعيب جوه الملعب ما ينفعش ان هو يعمل كده. عشان كده حصل، انت دلوقتي شوشت على زميلك داخل ضربه الجزاء ضيعها، انت ضيعت من زميلك التركيز بشكل كبير. المهم انتهى الشوط الاولاني بتعادل 0-0، دخل الشوط الثاني الاسماعيلي خسر 2-0. انت متخيل ان موقف زي ده هيعدي على اللعيبه اللي جوه الملعب؟ عمرهم هيقولوا له هيمسكوا طبعا في نقطه ضربه الجزاء دي، هي دي السبب، هي دي تحول المباراه، هي دي بقى النقط الفنيه اللي جوه المباراه اللي محدش يقراها. دي الفروق بقى يعني لما نيجي نتكلم في النادي الاهلي مثلا لو حصلت حاجه، ما تشوفش ان المشهد ده بيحصل ان اللعيب يقول عايز اشوط والتاني يقول له لا هات، مفيش في رولز ده دايما في قواعد يعني تم الاتفاق ان في عرف في النادي الاهلي ان لا في ترتيب مختلف. دي حاجه دي سمه من سمات النادي الاهلي وده الاختلاف النادي الاهلي عن غيره. وبعدين في احترافيه وفي اداء والمنتاليتي الموجوده نفسها اصلا في اللعيبه مختلفه. دايما اللعيب بيجي هنا بيبقى اوريدي متسيستم على نفس النظام اللي موجود جوه النادي، فعشان كده النادي الاهلي مختلف. النادي الاسماعيلي احنا قلنا قبل كده ان هو مش هيقدر يكمل، ليه مش هيقدر يكمل؟ لان هو من بدايه الموسم كنت متوقع تراجع في لقائنا اللي بيلعب بتشكيل ثابت ما عندوش دكه قويه، وكمان مع رحيل المدير الفني بتاعه بقى في خلل كبير جدا. انت دلوقتي المدير الفني على فكره ليه رحل؟ ما هو برضه حاسس هو عارف ان هيحصل خلل ما في وقت ما، حتى لما جم يسالوه قالوا له انت هتقدر تحافظ على تصدرك للدوري العام؟ قال لهم لا مش هقدر احافظ مباشره. فده معناه ايه؟ ان الراجل هو ليه مشي؟ عشان عارف ان في حاجه مش هتوديه للاخر، مش هتوديه للنهايه. لا بس احيانا ما بيبقاش ده السبب، احيانا بيبقى الامور ماشيه يعني هو كان ماشي فنيا كويس، ممكن يكون عنده حساباته الماديه بقى كمدير فني يعني جاله عرض مغري بالنسبه له. هو جاله منتخب ده هيعلي من اسمه بالظبط، دي حاجه. وبعدين هو لقى ان المقابل المادي جوه النادي، طب ما الاسماعيلي عرض عليه مقابل اعلى ما وافقش ليه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ هو عارف ان جوه المنظومه هو خلاص قعد وشاف ان في حاجه غلط، في حاجه مش كامله يعني. وبرضه ان النادي الاسماعيلي اللعيبه اللي كانت موجوده مش بالقوه الكافيه، الحمد لله عندنا في صفوف النادي الاهلي الصف الاول زي الصف الثاني زي الصف الثالث بالكافيه، عندك لعيبه قدرات عاليه جدا. مين من المجموعه الموجوده في الاهلي حاليا اللي بتشوف انه مشابه جدا لقدرات كابتن شريف عبد الفضيل في انه كان بيلعب في اكتر من مركز سواء مساك او احيانا لو تم الاستعانه بيك كهاف ديفندر او لاعب وسط مدافع او باك رايت ظهير ايمن، مين اللي شايف انه بيقدر يؤدي الادوار دي بكفاءه عاليه في الجيل الحالي؟ ما هو احمد، فيمكن احمد فتحي هو اقرب واحد ليا، لان انا دايما هو كنا بنتقاسم الامور دي بشكل كبير جدا. يمكن انا كنت اكتر منه شويه في ناحيه الشمال، لان انا يحتاجوني باك ليفت، لا انا العب اكتر من احمد، كنت بجد فيها بشكل كويس اكتر كمان. لكن بتشوف ان عنده القدرات دي انه يلعب في اكتر من مركز؟ فتحي طبعا، احمد فتحي من اللعيبه المميزه جدا. يمكن انا هو دايما الناس بتشبهنا ببعض، عندنا الحمد لله الاداء الرجولي والفنيات العاليه ونجيد اللعب في اكتر من مركز، فدي وجد في كل الماتشات بالظبط، يعني مفيش لحظات فيها تراخي خالص، مفيش ما ينفعش او هزار في اي ماتش، مفيش مفيش لازم يبقى في صرامه دايما، لان انت بتلعب في حاجه ذو مسؤوليه، ما يقدرش ان انت تقلل من قيمه المكان اللي انت فيه. طيب مؤشرات الفريق الحالي شايف ازاي؟ فريق الاهلي شايف اداؤه السنه دي مختلف ازاي عن المواسم اللي فاتت؟ يعني في حاله من الرضا عن الفريق اعلاميا وجماهيريا، والتحليلات للاستوديوهات الفنيه في كل الفضائيات الرياضيه بتقول انه الكل بيجمع على ان الاهلي مختلف خالص، حتى مش عن المنافسين الموسم ده، ده عن الاهلي المواسم اللي فاتت انه افضل. ايه تحليلك للراي ده؟ وايه اللي شايف ان الاهلي اضافه ما كانش موجود عنده المواسم اللي فاتت؟ اولا يبقى كده نتكلم عن مجلس الاداره، اضاف ثبات للمنظومه كلها ككل، فدخل شعور بالايجاب للعيبه وللجهاز الفني. الجهاز الفني
كان مع قدوم الإدارة الجديدة كان بدأ ان هو يتذبذب الى حد ما. هنا بقى دور الإدارة جه دخل بشكل قوي جدا، عمل ثبات، والثبات ده وصل للعيبة بشكل كويس قوي، وصل للجهاز الفني، بالتالي عاد بالإجابة على اللعيبة. لما الجهاز الفني وصل له الاستقرار ده فوصل بالإجابة للعيبة. نتكلم على الإجابة بشكل قوي جدا، لان الكابتن حسام البدري ليه دور كبير قوي في اللي وصل له الفريق، كانسجام لعيبه، كتكتيك لعيبه، كتحضير للمباريات بشكل كويس مع ضغط المباريات. انت بتتكلم في كل 3 4 ايام بتلعب لك مباراه. عبد الله سعيد اهو اتعور الماتش اللي فات، جاله شد اجهاد. اجهاد من ايه؟ ما فيش لودة، ما بياخدش فترات راحه كفايه، او في ضغط عليك لاعب طول الوقت. فبدا اكيد الجهاز الفني لرؤيه في الحته دي ان هو يبدا يرحل ويدور اللعيبه تبدا تشارك كتيره، ودي طبعا مش فايته الجهاز الفني اكيد، بس هو عارف احنا برضه بنتدخل في نقط معينه دايما. يقول لك ما يدور بقى ويريح لعيب ويريح مش عارف، هو اضرب لعيبته. هو ما ينفعش اجيب 4 5 لعيبه احطهم مره واحده كده، هعمل خلل في الفريق. بس كنتوا بتسمعوا يعني نفس الانتقادات دي دايما والمطالب الجماهيريه والاعلاميه دي بتبقى موجوده مع كل جيل، يعني متهيألي في جيلك من اللاعبين طول الوقت كنتوا بتسمعوا ده برضه، هو في اعتماد على مجموعه اساسيه والتغيير في اضيق الحدود في اي فريق بطوله، وبتسمعوا دايما المدير الفني ليه ما بيلعبش فلان او ليه ما بيغيرش. واعتقد ان طول الوقت عندك في الست مواسم اللي لعبتهم مع النادي الاهلي او 6 سنوات كنت شايف ان في نسبه كبيره من الثبات في الفريق وفي قوام الفريق. ده حقيقي، لان هو انا كمدير فني انا ليا رؤيه غير اي حد. معلش يعني انا ما اعرفش مين اجهز لعيب عندي. انا كواحد مثلا في الشارع ما اقدرش اقول ان اللعيب فلان ده ما بيلعبش ليه. الجهاز الفني هو اضرب لعيبته وادرى مين اجهز لعيب. انا ما ينفعش زي ما قلت لك ادخل 2 3 لعيبه مره واحده في الفرقه. ادخل واحده واحده، يعني مثلا لعيبه ابدا ادخله يشارك في المباريات، بعد كده لعيب تاني كان بعيد، عشان ما يحصلش خلل في المنظومه، في المنظومه داخل الملعب، منظومه الكرويه اللي هو الفريق كتيم كده، هيحصل فيه خلل. انا مش عايزين الخلل ده يحصل. انا ما اجيش اقول مثلا، عشان كده انا بيعجبني الكابتن حسام في ايه، الاعلام كله بيتكلم لازم يتغير لازم تعمل، لا هو نفس التشكيل ليه؟ خلاص عشان ما يحصلش الخلل اللي بنتكلم فيه ده. فانا شايف ان الكابتن حسام ناجح بشكل قوي في الموضوع ده، والنادي الاهلي دايما. طب ما احنا عمرنا يعني مثلا بطوله افريقيا اللي خدناها دي في 2012 مع الكابتن حسام بدري كنا بنلعب 12 لعيب و3 على الدكه و4 على الدكه، الباقي كله كان مصاب وفي ناس مش مسجله افريقيه، ما فيش لعيبه، اللعيبه كانت مشيت ولعيبه اتصابت ولعيبه موقوفه ولعيبه فجاه كان العدد اللي موجود في الملعب وعلى بالظبط 4 لعيبه اقل من العدد المسموح به في قائمه الدكه، ناقصه 3 لعيبه مش موجودين، مش مكملين السكور. فده انت بتتكلم ختمنا البطوله بالعدد ده من اللعيبه، ما كانش في لعيبه اصلا، ما كانش في حاجه بجد والله. يعني احنا العدد مشكله وقت ما الجهاز الفني يحتاج لتغييرات، مش مشكله في القوام الاساسي للفريق لو هو متكامل. بالظبط كده، لما كان بيحصل بقى الخلل هنا بقى كان الدور، يعني حتى الفرد اللي كان بيخش، اللعيب اللي كان بيخش كان بتلاقيه على قد المسؤوليه ولعيب جاهز. عندنا امثله زي اسلام محارب، وليد سليمان، بتنزل بتفرق، بتغير المباراه 180 درجه. وليد سليمان ما شاء الله يعني جوكر، يعني بينزل اي مباراه، وليد مهما اتكلمنا عنه بصمته واضحه في اي وقت بيشارك فيه في اي مباراه. طب خليني اسالك عن المحترفين الموجودين حاليا في الاهلي، سواء بنتكلم عن اجاييه او معلول او باكا وطبعا وليد ازارو متالق، ويعني النهارده بقى هداف الدوري والكل بيتكلم عن انه مؤشراته اصبحت مقنعه للجميع، اما كان الاول الناس بتقول بيضيع فرص كتيره، نسبه اهدافه قليله، هو رد بالارقام على ده. شايف ازاي مجموعه المحترفين الموجودين حاليا مع الفريق؟ خلينا نتكلم عن بدايه على وليد ازارو. انا من الاول خالص الناس كلها، انا اتفرجت على مباراه انبي، كنت في الاستاد ساعتها لما كسبنا 4، كنت موجود في الاستاد فتابعت وليد ازارو بشكل كويس. انا بقول لهم يا جماعه ده فرويد متحرك، بيعرف امتى يتحرك، بيعرف امتى يخلق لنفسه فرص، سريع جدا، بلغه الكره احنا عندنا بنقول فرويد هجام، وكمان مش فرويد عشوائي، ده بيلعب يعني الناس اللي تحتيه بيريح، بيعرف امتى يقطع وامتى يتحرك. نادرا قوي تلاقيه بيقع في الاوفسايد. يعني انا شايف ان وليد ازارو كم الانفرادات اللي بيروح بيها ده مش من فراغ، هو عارف امتى بيروح، وعشان كده بيوصل كتير قوي. الفرود على فكره نسبه التهديف عنده لو راح باربع انفرادات ممكن يجيب 1 من 4 أو 2 بكتير، ما يقدرش يجيب 4. طيب هنكمل كلامنا عن المحترفين اللاعبين الاجانب الموجودين في الجيل الحالي من لاعبي الكره في النادي الاهلي، لكن علاقتك سريعا جدا، علاقتك بمحمد سمير كانت كويسه في النادي الاهلي، كان من اللاعبين المقربين لك الاصدقاء وعلى المستوى الفني؟ اه طبعا، محمد سمير لما جيت النادي الاهلي كان هو متواجد وكان بصفه اساسيه. محمد من اللعيبه الاقويه جدا، وكان انا زعلت من ان هو مشي اصلا من النادي الاهلي، لان هو كان من اللعيبه المميزه قوي. يعني محمد
كان شويط وعارف مركزه كويس قوي. وكنا انا افتكر كان في مباراه كنا بنلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، انا اتكلمنا مع كابتن حسام بدر بتاع كابتن لازم محمد سمير يلعب المباراه دي، هو اللي هيشيلنا. هو معانا على التليفون كابتن محمد سمير لاعب المقاولون ولاعب النادي الاهلي السابق وواحد من اللاعبين اللي زهماله الكابتن شريف عبد الفضيل في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن محمد. منور الشاشه حبيبي. بسلم على فندام، فندام بتاع فندام. ازيك يا محمد عامل ايه؟ وحشنا يا شريع. حبيبي حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي كله بخير والله، ومنور يا شريع دايما كده. متالق دايما يا محمد وما شاء الله عليك عامل مباريات جميله وبعدين ما شاء الله بقيت تحط فاولات دلوقتي. خلاص بقى ما انت لا لا انت بتحط بطن رجلك معروف يعني. وبعدين قبل ما انسى صح انت جددت، مبروك عليك التجديد وان شاء الله تبقى بدايه مواسم جديده عليك جميله باذن الله. مفتقدينك مفتقدينك يا شريف الملاعب. ربنا يخليك يا محمد ربنا يخليك. كابتن محمد قول لنا ايه الاخبار، سعيد بتجربتك الحاليه مع المقاولون، اداء الفريق، انتوا كمجموعه من نجوم ولاعبي المقاولون راضيين عن ادائكم هذا الموسم، الارقام، تصنيفكم في الجدول، كمان رد فعل ادائكم والنتائج اللي بتحققوها على الجهاز الفني وعلى المدير الفني كابتن محمد عوده، يعني شايف التجربه ازاي حاليا مع المقاولين؟ والله يا محمد يعني الى حد ما الحمد لله الامور كويس. التجربه طبعا مهمه جدا مع نادي جديد زي نادي المقاولين، نادي المقاولين منطقه كبيره وناس محترفه بمعنى الكلمه. يمكن انا بقولها دايما ان انا لما خرجت من النادي الاهلي قليل جدا لما انت تلاقي نفس اللي بتشوفه في النادي الاهلي في حته ثانيه، ففي حاجات كتير جدا موجوده في نادي المقاولين كانت في النادي الاهلي بالظبط، منظومه متكامله عندهم كل الامكانيات والعوامل اللي تساعد على النجاح بتاع ده بتاع اه طبعا. المقاولون من الكيانات المستقره اداريا في مصر والمنتظمه اداريا جدا. ده حقيقي من مجلس الاداره عموما طبعا من مجلس الفني بتاعتنا، السنه دي امور مختلفه بالنسبه لنا. اعتقد ان الفرقه دعمت بشكل كويس جدا ودعمت بلعيبه كبيره ولعيبه عندها خبرات ولعيبه عندها طموح، ده مهم جدا في الكوره. وكان التارجت بتاعنا كلنا وكلام اللعيبه كلها في اول الموسم مع الجهاز الفني الناس كلها ان احنا لازم نحط نادي المقاولين في مكانته، لان نادي المقاولين بقاله فتره يعني مش في الصوره اللي الناس معتاده عليها من زمان، فاحنا كنا كلنا كل كلامنا ان احنا نحط نادي المقاولين اقل حاجه يبقى طموحنا كلنا المربع الذهبي. ويمكن بقالنا بصوره كويسه جدا والنتائج الى حد ما متذبذبه الفتره الاخيره. يعني في تارجت معلن من بدايه الموسم للجهاز الفني واللاعبين، في هدف تم تحديده من مجلس الاداره ولا الامور يعني التركيز والشغل الكويس اللي بيحصل في المقاولين ولكن ما فيش تحديد لرقم معين او تصنيف معين مطلوب منكم في الجدول هذا الموسم او ربما يعني درجه من درجات الاقتراب من اللقب يعني؟ لا لا مجلس الاداره طبعا قعد معانا من اول يوم واتكلم معانا ان هو الجهاز الفني الموجود واللعيبه اللي موجوده دي باسمائها، يعني احنا مش هنقبل باقل من المربع الذهبي، ده كان كل كلام مجلس الاداره معانا لحد وقتنا هذا، ده كلام برضو الجهاز الفني واللعيبه. زي ما بقول لك اللعيبه كلها لو انت عديت هتلاقي اللعيبه كلها اسماء واللعيبه كلها لعبت اداء كبيره وفي ناس كتيره خدت بطولات فمتعودين دايما على ثقافه المكسب، فمش يعني اللعيبه كلها معتاده على الموضوع ده. يعني مسموح اعلاميا تقول لنا المركز اللي كان محدد للفريق انه مطلوب منه ومن الجهاز الفني الموسم ده، ولا في مركز بس مش معلن او مش متاح انه يعلن اعلاميا؟ في مركز اتقال انه مطلوب منكم ما تقلوش عن المركز ده، ولا ده ما اتقالش من مجلس الاداره؟ هو ما قالش، هو ما حددش مركز، بس كل كلام مجلس الاداره احنا يا جماعه مش هنقبل اقل من المربع الذهبي. اقل من المربع ده. هم الحقيقه الناس عاملين كل العوامل اللي بتساعد ان احنا نبقى موجودين في وده اللي احنا بنشتغل عليه طبعا. طيب كابتن محمد التصنيف حاليا السابع برصيد 32 نقطة، هل في حافز عندكم تقربوا أكتر من المربع الذهبي الفترة الجاية؟ في شغل بيتعمل، الكابتن محمد عودة بيتكلم معاكم أنكم أقرب وعندكم مؤشراتكم الفنية والأرقام الخاصة بالفريق الموسم ده تؤهلكم المركز أكتر، بتقاتلوا للوصول إليه الفترة الجاية ولا لأ؟ أكيد أكيد طبعًا احنا شغالين الفترة اللي جاية، الماتشات اللي جاية كلها مهمة وصعبة والدور الثاني صعب جدًا، وإحنا بنسعى إن احنا زي ما بقول لك ناخد كل ماتش بماتش، والثلاث نقط السنة دي بالذات عن أي سنة بيفرقوا جدًا. انت ممكن تبقى في مركز بعيد تكسب ماتش تلاقيك قربت ثلاث اربع مراكز، فزي ما بقول لك احنا ناقصنا تقريبا 9 أو 10 ماتشات، احنا مركزين ان احنا ناخد كل ماتش لوحده بثلاث نقط، فاهم بقى؟ وان شاء الله على قد ما نقدر نحاول زي ما بقول لك ان احنا باذن الله يعني
نكسب مربع ذهبي السنه دي، ده طموح الناس كلها، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يعني يكرمنا في الحاجه اللي احنا عايزينها السنه دي ان شاء الله. موفقين ان شاء الله في التقدم لمراكز افضل وتحقيق نتائج افضل. عايز اسالك عن تجربتك مع جيل كبير جدا من النجوم، محمد سمير مع شريف عبد الفضيل، مع اسماء كثيره جدا من نجوم ولاعبي كره القدم خلال وجودك في النادي الاهلي. فاكر التجربه دي ازاي، وايه الحاجات اللي فاكرها دايما وما بتنساهاش عن شريف عبد الفضيل على المستوى الانساني وعلى مستوى الفنيات الخاصه بلاعب كره القدم؟ لا يمكن طبعا شريف يعني ممكن شهادتي تكون مجروحه فيه طبعا عشان هو موجود مع حضرتك. شريف طبعا يعني احنا اخوات، وزي ما هو قال لك ان هو دي النادي الاهلي وانا كنت موجود وطبعا كبير، وكان جاي طبعا كان صفقه كبيره، كان جاي من نادي الاسماعيلي صفقه كبيره، وزي ما بقول لك دخل معانا على طول، واللعيبه كلها اللي كانت موجوده يعني طبعا انا بصفه عامه انا طبعا يعني الحمد لله ان انا يعني كان من صغير كان اتعلمت من كل واحد حاجه، اتعلمت من المجموعه كلها حاجات كتير، ازاي اتعلمت حرفيا، اتعلمت يبقى عندي طموح دايما، ازاي ما اقبلش في حاجه اكتر يعني الا الاكثر يعني طبعا في كلام كتير. هو الصوت بيبعد ويرجع، اكيد بنكلمك على هاتفك المحمول، ففي مشكله ربما فنيه، بعض الامور مش واضحه او بعض الكلام مش واضح، لكن احنا سعداء بمشاركتك معانا، نتمنى لك التوفيق في الفتره الجايه مع فريق المقاولون، تجربتك تكون ناجحه ان شاء الله، واستمرار للنجاحات اللي حققتها، ومنها مرحله طبعا تواجدك في النادي الاهلي. محمد بشكرك جدا، كابتن محمد سمير لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب المقاولون حاليا، وطبعا واحد من زملائك اللي قلت انهم كانوا مقربين منك على المستوى الانساني كمان. ده حقيقي، انا محمد انا كنت بعتبره زي اخويا الصغير، واول ما دخلت النادي الاهلي كان في مجموعه كده الناس اللي هي الاصغر مننا سنا، دول كنا بنعتبرهم زي اخواتنا الصغيرين بالظبط، فمحمد كان واحد منهم، وكان لعيبه كويسه قوي، وكان يعني حق ان هو يستمر اكتر في النادي الاهلي، بس هو هي دي الاحترافيه، وهي كره القدم كده، وما شاء الله عليه، هو الفتره اللي فاتت مقدم اداء رائع مع نادي المقاولين العرب، بيحرز اهداف كتيره، بتكسب المقاولين العرب في وقت حاسم، وده مش موجود دلوقتي عند مدافع يعني مدافعين في الدوري دلوقتي قليل قوي ان تلاقي مدافع يقدر يحط فاولات بيحطها ببطن، لان محمد معروف ان بطن رجليه كويس قوي في التصويب بشكل كويس قوي، فاتمنى له ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله يعمل موسم رائع ان شاء الله مع نادي المقاولين. طيب هرجع لكلامي معاك عن المحترفين، شايف مين افضل محترف مصري هذا الموسم، ونكمل كلامنا سريعا جدا عن العناصر اللي اشرنا اليها، معلول وباكا ووليد ازارو واجاي. احنا قلنا ان ازارو انا كنت متنبئ له ان هو من الفراوده الاقويه جدا، والحمد لله ان هو اثبت ده مؤخرا بكثره الاهداف، هو هي دي بس اللي كانت تنقصه. عندنا اجاي نفس الكلام، من بدايه الموسم هو بادئ بدايه قويه جدا، عبد الله السعيد وازارو كان ما كانش موجود، فالحمد لله بدا يرجع، عشان كده بدات الرؤيه الفنيه حتى للجمهور بقى يحس بقوه النادي الاهلي وبشكله الجميل وادائه الرائع في الملعب، بالربط مع اللعيبه دي في الملعب والتفاهم التام بينهم. عندنا باكا برده نفس الكلام، بدا الكابتن حسام يشاركه مؤخرا، يعني احنا خلينا ناخدهم بالتسلسل، انا شايف ان اكتر لعيب فيهم مفيد او ذو ايجابيه، افضل محترف شايفه في الدوري الموسم ده هو وليد ازارو طبعا، ومعاه اجاي برضه، عشان هم شايفهم على مستوى واحد. اه بالظبط بالظبط، وشايف عارف المجموعه الحاليه كمان اميز من باقي المحترفين في الدوري المصري، يعني شايف العناصر الاجنبيه الموجوده في الاهلي، لا في يعني بالمقارنه بالاخرين في على نفس مستوى المنافسه، ولا هم اميز؟ خلينا دايما بيبقى النادي الاهلي اكتر، ان هو برضه الشو عليه اكتر وهو متشاف اكتر، في لعيبه ثانيه ممكن بتبقى في نادي برضه ما فيش السبورت القوي ليه ان هو يظهر، بس في لعيبه افارقه كويسين قوي، بس خلينا نتفق ان اللي موجودين دول على اعلى مستوى. طيب هسالك سريع جدا واحنا بنختتم الحوار ده عن اظرف موقف حصل لك خلال تجربتك كلها مع النادي الاهلي، اجمل موقف، اطرف موقف حصل مع حد من اللاعبين اللي كانوا غاويين مقالب هزار دعابات، يعني حد زي بركات وغيره من اللاعبين اللي غاويين كامله، هو دايما اللي واصعب موقف او لحظه مريت بيها خلال فتره وجودك في الاهلي. هو يعني خلينا نختم بالحاجه اللي دمها خفيف، خلينا نقول اصعب موقف بسرعه الاول، هو اصعب تجربه مريت بيها احداث بورسعيد، دي اصعب تجربه عديناها، يبقى هنمر عليها سريعا، مش عايزين موقف بقى اللي عمري ما انساه بتاع محمد بركات، قلت له انت لو جبت جوال في الماتش ده، احنا كان اخر ماتش في الدوري العام كان معانا مستر مانويل جوزيه، كنت بلعب ليبرو الماتش ده، فمستر مانويل جوزيه قال لي، هو حصل موقفين، الاولاني ان مستر مانويل قال لي انت مش هتجيب جوان بدماغك، قلت له هجيب ان شاء الله،
فعلا الماتش ده انا جبت جول بدماغي. تاني حاجه في نفس التمرين بركات قال لي، قلت له يا بركات انت لو جبت جول بكره انا هجيب جول وانت هتجيب، بس انا لو انت جبت انا هعمل فيك حركه مصارعه. فعلا بعد ما جاب هو الجول جاي ماسك حاطه تحتيه كده وطاير بيه ونازل بوشه على الارض. ده احتفال بالجول. ايوه احتفال بركات. قاعد 10 دقايق يلف حواليا في الملعب. والله دايخ. ما هو بركات اصله كمان بدنيا مش حملك، يعني مش حمل الكلام ده. عموما واضح ان التجربه كانت غنيه جدا، ولسه في تفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم عنها في الفتره الجايه. هتتكرر اللقاءات ان شاء الله، وبنسعد بيك دايما معانا على شاشه قناه الاهلي وفي برنامج الاهلي في كل مكان. هتتجه لايه في الفتره الجايه او بعد اعتزال كره القدم كلاعب محترف؟ ايه المجال اللي بيستهويك اكتر؟ وهل هو مجال مرتبط بالرياضه وكره القدم، ولا هنلاقي شريف عبد الفضيل مركز اكتر على مجال عمل تاني خالص؟ لا هو اوريدي انا عندي مجال عمل تاني موجود الحمد أكيد لله. مرتبط طبعا اكيد طبعا، انما طبعا انا مش هقدر اخرج من الكارير بتاعي ان هو مش هقدر اخرج عن كره القدم، ان انا اكتر ان شاء الله هتجه للاعلام بشكل كبير ان شاء الله. وبرضه هيبقى فيه التدريب برضه باذن الله. يعني ممكن تمشي في الاتجاهين، والاتجاه اللي تنجح فيه اكتر تكمل فيه، ولا بتفكر تمشي في اتجاهين بالتوازي؟ لانه بيبقى صعب ان مدرب في نفس الفتره يكون متولي فريق او ماشي في كارير التدريب ويكون بيشتغل في التحكيم. دي بتبقى يعني دي غير دي خالص. يعني دي انت بتتجه للاعلام في وقت معين، وممكن تقدر تشتغل التدريب في وقت معين، وممكن ترجع تاني للاعلام. هتستكشف بقى الفرص في المجالين دول بالظبط، والطريق اللي هتمشي فيه اكتر او تحقق فيه نجاح اسرع ممكن تركز. وعندك الناحيه الاداريه برضو ان شاء الله برضو موجوده، برضو بفكر فيها. حاجه يا كابتن شريف؟ لا ما لازم كل الحاجات اللي لازم دايما في الكارير انا جاهز لكل حاجه لازم تاخد. وبعدين ان شاء الله مش هاخدها من فراغ، انا بحب دايما اتعلم ولازم استفيد واخد خبرات مهما كان اسمي. لا محتاج، انت بتشتغل في كارير تاني خالص. الكارير بتاعك دوت انت خلصت منه مرحله اللي هو كنت لعيب، انت داخل على كارير تاني خالص، محتاج انت تاخد شهادات وتتمرن. هتاخد شهادات ودورات تدريبيه يعني هتركز؟ الحمد لله اصلا بدات اخد شهادات تدريب وحاجات ان شاء الله، هاخد حاجات دبلومه في الاعلام كمان باذن الله، وحضر توفيق ان شاء الله، وان شاء الله دبلومه في الاداره برضو باذن الله. نشوفك من الكوادر الناجحه جدا، واستمرار النجاحات اللي حققتها كلاعب في النادي الاهلي تستمر مع نجاحات اخرى بيحققها ابناء النادي الاهلي في كل مكان. اشكرك جدا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا كابتن شريف عبد الفضيل، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد، سعيد جدا بوجودي معاك. احنا سعداء بوجودك معانا النهارده. بنشكر نجمنا الكابتن شريف عبد الفضيل، وفقراتنا مستمره مع حضراتكم، مزيد من الحوارات مع نجوم سابقين في النادي الاهلي، مع اعلاميين رياضيين، مع نقاد رياضيين. النهارده عندنا موضوعات لسه قدامنا كثيره جدا للحوار من خلال هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان. فاصل ونعود. في هذا الحوار هو واحد من النجوم السابقين في النادي الأهلي، وصاحب تجربة أيضا رائعة مع النادي الأهلي في عالم كرة القدم، ولكن ابتعد بعد تجربته مع النادي الأهلي عن الأضواء، ربما الوسط الرياضي في مصر على وجه التحديد. له تجارب في العمل هنتعرف عليها أكتر في الفترة اللي فاتت، ومنها ما كان خارج مصر. هنتعرف على هذه التجربة وذكرياته ورحلة نجاحه مع النادي الأهلي. وزي ما بنأكد لحضراتكم دايما، أبناء النادي الأهلي متواجدين باسمهم وتاريخهم ونجاحاتهم في كل مكان، داخل وخارج مصر، داخل وخارج النادي الأهلي. ضيفنا في هذا الحوار هو نجم النادي الأهلي سابقا الكابتن صديق الجمال. كابتن صديق مساء الخير وأهلا بيك، وسعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. الله يخليك كابتن محمد، أنا سعيد جدا أن موجود مع حضرتك، وطبعا موجود في قناة النادي الأهلي، ودي حاجة كويسة جدا، أنا بتشرف أن أكون موجود مع حضرتك. وإحنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة يا كابتن صديق. الله يخليك. هنبدأ لو قلت للناس عناوين رئيسية عن مشوارك، عن السيرة الذاتية. الجمهور كله يعرف ومشاهدي القناة كابتن صديق الجمال لاعب الكرة السابق، نجم الكرة السابق في النادي الأهلي. في مراحل كثيرة ما نعرفهاش عن حياتك العملية، يعني قبل وبعد مرحلة وجودك في النادي الأهلي، يا ريت تكلمنا عنها شوية. طبعا عايز تعرف الانضمام طبعا أولا. كان ليا قصه كده، كابتن انور سلامه ربنا يديله طول العمر، يعني هو اول واحد اللي هو اكتشفني وحب يضمني النادي الاهلي، وبعتني على الاردن مع منتخب القاهره. وكان ازاي شافك في اي مباراه، في تدريب، في معسكر؟ شافك ازاي؟ انا كنت بلعب في بلاستيك طبعا، انت عارف حضرتك لعبت بلاستيك، لعبت موسمين دوري ممتاز وثلاث مواسم ممتاز بيه. فعملنا اكتر من لقاء ودي مع النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي، والحمد لله كنت متفوق جدا، وكنا بنلعب التيم النادي الاهلي الاساسي يعني. كان خط الدار كان جامد جدا، ابراهيم حسن وهاني رمزي ومحمود صالح مع حفظ الالقاب يعني، وعلاء عبد الصادق. فالحمد لله كنت متفوق جدا جدا، و ده واحد من اقوى خطوط الدفاع اللي لعبت للنادي الاهلي على مدار التاريخ. الحمد لله بفضل الله، وكنت متالق يعني. فطبعا مش من ماتش او ماتشين، فهو برضو عنده حسابات ثانيه. انت عارف النادي الاهلي وبالذات الفتره دي كان الحمد لله الوحيد اللي من بره النادي كنت انا يعني،
فعشان يضموا حد لازم يكون بالكفاءة أو اللي هم شايفين إن هو يفيد النادي في الفترة دي. فلما رحت مع المنتخب بعتني على الأردن والبحرين وسلطنة عمان. فسلطنة عمان والبحرين كان معانا كابتن شوقي حسين الله يرحمه. فجيت سفرية الأردن راح بعت الكابتن أحمد ماهر والكابتن مصطفى يونس معي. فالحمد لله عملت 3 مباريات كويسين جدا وكتبوا تقرير عني ورجعوا على القاهرة. أنا قلت خلاص هيمضوني بقى. فجاي مستر فايتسا قال لازم اشوفه يعني عشان هو كان المدير الفني لان الكابتن انور سلامه كان راح اتحاد جده السعودي. فانا بصراحه قلقت يعني فقلت خلاص بعد الرحله دي كلها اما اشوف الخواجه عايز ايه يعني. فنزلت الحمد لله كان مباراه بين الاهلي وفريق ال 21 سنه لعبت بالظبط حوالي 20 دقيقه او 18 دقيقه لقيت الكابتن صلاح حسني بيندى عليا قال لي تعالى اطلع. فالخواجه قال لهم خلاص خلصوه. فالحمد لله كان ليا نصيب راح تاني يوم الكابتن صلاح حسني والكابتن مصطفى بس كله كان بتوجيهات الكابتن انور انا بشكره طبعا ربنا يديله الصحه يا رب. كان هو رقم واحد والكابتن مصطفى كمل هو الكابتن احمد ماهر وراح الكابتن صلاح حسني على الاداره خلصوني. انت عارف الاهلي الحمد لله علاقته كويسه جدا بالانديه المصريه فاداره النادي بلاسيك رحبت جدا وكان ليا نصيب ان انا انضم والحمد لله. كانت رغبتك اكيد بتبقى سعيد جدا بتلقي العرض ده وان النادي شايفك فنيا اضافه للفريق. الحمد لله حتى انا فاكر مقوله كابتن طارق سليم رحمه الله عليه خدني في الغرفه تحت قبل ما اعمل اي حاجه قال لي انت بتحب النادي الاهلي؟ قلت له اكيد يا كابتن. قال لي بس هنا هتيجي تلعب ما بنديش حد فلوس وبتاع. قلت له انا لو معايا فلوس ههدي النادي الاهلي فلوس انا عايز العب في النادي الاهلي. راح خبطني كده على كتفي وبقى فرح جدا يعني قال لي طب انت ان شاء الله في النادي الاهلي. ايامها كانت الابعاد الخاصه بالتعاقدات ودفعات التعاقد والقيمه الماديه مختلفه عن دلوقتي وكان كتير من الناس فعلا بيبقى فيه اختيارات اللاعب يقول انا اروح النادي الاهلي حتى لو العروض الماديه اللي قدامي في اماكن تانية افضل. طبعا كابتن محمد ده حلم وبعدين النادي الاهلي طول عمره اي حد بيفكر يعني بعقلانيه هيختار النادي الاهلي مع احترام الانديه اللي في مصر كلها. مش بقلل برضه في نادي الزمالك نادي كبير بس النادي الاهلي بيتفوق في كل حاجه. اللي عنده الرغبه ان يخش النادي الاهلي مش تبقى من فراغ شايف المنظومه ناجحه. كل واحد الاداره ليها شغل الجهاز الفني ليه شغل اللعيبه ليها شغل الجمهور ليه دور كبير جدا جدا وده اللي حببني في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي العريقه كان اي حد يتمنى يلعب في الاستاد كنا بنلعب وكان فيه 70,000 80,000 ماتشات الزمالك ب 90,000 يعني انت عايز تنزل كده تلبس فنيه النادي الاهلي مش عايز اقول لك كنت بلعب الماتش قبل ما انزل يعني كان حلم طبعا والحمد لله ربنا حققه لي. وبرده من نعم ربنا عليا زي ما قلت لحضرتك في البدايه كنت انا الوحيد اللي من بره النادي في وسط كوكبه لعيبه كوره طالعين من النادي وموجودين يعني حدث ولا حرج يعني ممكن كلهم من النادي الاهلي يعني حتى اللي قديم في النادي كان بقاله 10 سنين يعني على ما اعتقد حماده صدقي وايمن شوقي كانوا موجودين بس كان كل واحد بقاله 7-8 سنين في النادي. فانا لما اروح انا الاقي بقى مع حفظ الالقاب طاهر ابو زيد ربيع ياسين علاء ميهوب محمود صالح علاء عبد الصادق كابتن ثابت الله يرحمه كابتن اكرامي جيل غني والمنافسه معاه صعبه والتواجد طبعاً. التشكيل الاساسي صعب مع جيل زي ممكن انسى حد كتير كابتن ربيع ياسين حتى الناس الصغيرين كانوا نجوم يعني عادل عبد الرحمن وعمرو انور وعبد الجليل ثلاثه تحط عليهم فرقه. فلما تلاقي نفسك الحمد لله توفيق ربنا قبل اي شيء الاقي نفسي بلعب اساسي مع الناس دي واروح الحمد لله من ساعه ما دخلت النادي الفتره اللي انا كان فيها مستر فايتسا ولعبت في مركز غير مركزي بس تالقت فيه. لعبت كنت في مركز ايه قبل الانضمام للاهلي؟ كنت في مركز ايه؟ كنت مهاجم. وجمله اعتراضيه ملهاش علاقه بالامور الفنيه وتجربتك مع النادي ده اللي راحتك. لو حبيت تبعد المايك ده شويه لان حاسس انه مؤيدك في البادي لانجوج والاجابات لا عن الاسئله طول الوقت حاسسك متأيد شويه فلو ده افضل يعني. المركز اللي كنت حضرتك بتلعب فيه الاول تجربتك قبل الانتقال للاهلي وهل فضلت كان نفسك تفضل في نفس المركز وتم تكليفك بمركز ايه في النادي اللي انت لمعت في الاداء فيه خلال فتره وجودك بشكل اساسي في الملعب وايه المركز اللي كان مفضل لك في الوقت ده؟ اي حد في النادي الاهلي في الفتره دي يعني انا اتسالت سؤال كان اول مباراه ليا كانت مع نادي المنيا في المنيا كابتن مصطفى مستر فايتسا بعته لي الاوضه كنت نايم انا وهاني رمزي انا ما اعرفش ان انا هلعب بس انا رايح موجود كان 16 لعيب قال لي الخواجه بيقول لك هتلعب ناحيه الشمال جاهز؟ قلت له قول لمستر فايس هلعب اي حته ما عدا الجول. انا عايز العب. فالحمد لله من اول ما لعبت المباراه دي طبعا بمساعده لعيبه النادي الاهلي اللي بيخش عليهم من اي حته لعيبه محترمه جدا على مستوى عالي من الثقافه بقى كانك بقالك 100 سنه معاهم. واي حد جاي من بره بيتاقلم معاهم على طول.
اعطوني الثقه كلهم ونزلت المباراه لعبت ناحيه الشمال. انا جاي راس حربه وكنت راس حربه كويس جدا في البلاستيك وكنت هداف ومكسر الدنيا، بس لو انا حسبتها عشان تلعب كان في حسام حسن وكان في طارق خليل وكان في ايمن شوقي. المنافسه صعبه في المكان صعبة. ده او النجوم الموجودين ايمن شوقي جه عليه بتاع 7-8 ماتشات ما بيلعبش، وجه بعد كده محمد رمضان بس جه بعديها بعد ما مستر فايتس مشي. فانا لقيت المكان، انا مش هجادل بقى، هجادل استنى اخد دوري، ممكن ما تلعبش. على فكره انا لعبت باك رايت في الدوري الممتاز مع بلاسك، ومن ضمنه برضو الحاجات الغريبه مستر فايتس لعبني ماتش باك رايت مع جمهوريه شبين في كاس مصر وجبت جول، لعبت باك رايت، كان مريح ابراهيم حسن الماتش ده بس للاسف ما كانش مذيع. فانا الاختيارات المكان برضو دي فكر عالي من الخواجه ان هو ظبط لي مكان عارف قدراتي كويسه، فلو قعدت بره ممكن دي تقللني وافقد الثقه في نفسي، فلقاني في الحته دي ماشي كويس. خفت من انك تبعد عن الملعب فتره لحد ما تلاقي فرصه في راس الحربه وممكن ما تجيش، فخايف ان الفورمه تتغير او ما تبقاش في احسن حالاتك من البعد عن الماتشات. كابتن محمد في نفس الوقت قلقان من فكره التحدي اني هلعب في مركز تاني في طبعا الوقت. طبعا بس اختيار صعب في الوقت توفيق ربنا. وبعدين في حته انا لعبت 5-6-7 ماتشات وديين، الفتنس بقى عالي جدا، انا كان عندي سرعه بسم الله ما شاء الله، يعني كان على الايام دي يعني كنت سريع جدا كنت جدا من اسرع اللاعبين الموجودين جدا جدا جدا, جدا يعني كابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه قال لي انت لو هتلعب ناحيه اليمين هتبقى احسن من كده 100 مره. قلت له يا كابتن لا، شهاده في السرعه من كابتن مصطفى ما فيهاش كلام. وقال لهم في النادي قال لهم لو لعب اصل انا بلعب رجل اليمين كنا نلعب ناحيه الشمال، فدي برده الحمد لله كانت قدرات عندي واكتشفها الخواجه. فانا طبعا رحت لازم العب في المكان دوت عشان ابقى متواجد، ولما لقيت نفسي ماشي كويس كملت فيه والحمد لله اديت دوري. لا طبعا الحكم للجماهير يعني. فنية يعني مستر فايتس من المدربين المدراء الفنيين اللي اشتغلوا في مصر اللي الكل بيشهد انهم من اللي عملوا نقله في كره القدم في مصر، بتتكلم عن حد من اصحاب الخبرات الكبيره جدا يعني. ده بروفيسور الماني دوت بقى مستشار فيما بعد الاتحاد الالماني لكره القدم استاذ باكنباور ده اول وحيد لما جه مصر ليه بصمه ليه دخل طريق 3-5-2 وساعات كنا بنعكسها 5-3-2 فواحد عنده فكر جه مصر ساب حاجه لمصر ساب طريقه لعب وكابتن الجوهري لعب بعد كده بيها في كاس العالم فالراجل ما شاء الله ما شاء الله كان في كره القدم عالي جدا جدا يعني وكمان على مستوى عالي من الايه من التعامل مع اداره النادي الاهلي يعني برضو راجل ما انسلوش حاجه كان اشتغل في النادي الاهلي من المدربين اللي فعلا تجيب السيره بتاعته بالذكرى الحسنه فتره كان مشي من النادي لان الجوهري قال هنلغي الدوري ونلعب كاس الاتحاد السنه الثانيه قال انا ماليش دور خلاص انا جبت دوري وجبت كاس وافرق بس سوي. تثق بقى في ان حد بالخبرات دي فنيا لما عينه تشوف ان هنا اللاعب في الوقت ده صديق الجمال انه افضل في المكان ده تثق في اختياره شفت انك نجحت في المكان اللي اختارك له طبعا ما انا بقول لك دي ما تجيش من فراغ بس برضو بفضل الله ان الخامه اللي معاه زي بيقول القماشه ساعدته انك نفذت اللي هو عايزه قدرت تنجح عندي الحته الدفاعيه كويسه عندي الحته الهجوميه كويسه كنت بكمل كنت انا بلعب قدام الكابتن ربيع ياسين كان هو يطلع يكمل عند كورة انا تلاقيني على طول تحتيه ممكن على طول بتلاقيني تحت بقيت باك ليفت واطلع يعني الحمد لله اي حاجه كان مهام بيطلبها مني يعني انت شوف حضرتك حتى قدامنا صور اهو للتشكيل اللي كنت واحد منه في الوقت ده يعني نجوم فريق كله نجوم الجيل ده من اللاعبين طبعا كله مواهب يعني لعبنا ثلاث ماتشات اهلي وزمالك في شهر واحد كسبنا 1-0 بتاع هلال ميهوب كسبنا 2-1 بتاع ربيع ياسين وطاهر ابو زيد وتعادلنا معاهم ثلاث ماتشات وفي ماتش تاني لعبته مع كابتن اساس بس لعبت 25 دقيقه او 20 دقيقه بس مع الخواجه ثلاث ماتشات قالوا الزمالك اللي بيلعب ماتش واحد قالوا الزمالك في الفتره دي كان يبقى ما شاء الله يعني من نجوم الفريق حسب له انا الثلاثه وبعدين الحمد لله بص حتى في اللقطه دي اللي كانوا بيلعبوا عليا في نادي الزمالك الحمد لله يعني كنت بادي عليهم كويس جدا جدا ما احترامي ليهم يعني ف مع انهم برضو الجيل ده نجوم اللي مواجه لكم في الزمالك كانوا لعيبه على مستوى دي في السعوديه برضو كابتن ايه كلمنا عن الصوره دي كان بطوله هناك عربيه كان الهلال وكان في فرقه من السودان دي محمد سعد والكابتن ثابت الله يرحمه حماده صدقي انا مش باين في الصوره اللي معاك كوره انا شمال الصوره مش طالع فيها انا كنت واقف الناحيه دي كده فطبعا كان جيل عظيم يا كابتن واي حد كان يحلم ان يلعب في وسط النجوم دي والحمد لله يعني برضو الواحد ايه ساب ذكرى كويسه عند جماهير النادي الاهلي وعمري ما عملت مشكله في النادي وانا يعني من الحمد لله اديت دوري ورحت بعد كده بقى ايه فين يا كابتن صديق لان الناس كتير ما تعرفش عنك يعني ظهورك قليل جدا لو ظهرت اعلاميا والناس قالوا اختفى
يعني ظهورك النهارده كمان ناس كتير عايز تعرف اخبارك، كانوا متابعين وبيحبوا الفريق ومتابعين وجماهير بتشجع الفريق طول الوقت، فحافظين النجوم اللي منهم الكابتن صديق الجمال. ايه الخطوات اللي خدتها في حياتك العمليه بعد كده بعد فتره الكوره؟ لا انا الفتره الحاليه بحلل في الممتاز بي في قناه، وبطلع برضو في قنوات تانية، وجيت كذا مره في قناه الكاس حللت مباراه للاهلي بطوله افريقيا. بس لا ده الفتره دي قبلها بس كنت الاول ما كنتش يعني بحب الظهور، وانا من النوع اللي كان فيه خجل شويه، بس لقيتها ما ينفعش كده، لازم اطلع. والحمد لله شجعني كمان الفتره الاخيره بتاعت الانتخابات، طلعت شهر كامل كان الحمد لله الواحد كان ايه عملت كان ايه المفروض اعمله يعني. لما طلعت رحت الاتحاد السكندري بعد النادي الاهلي، عملت معاه موسم كويس جدا جدا، وبعد كده جالي عقد في لبنان، لعبت هناك 3 مواسم، وعملت شغل كويس جدا جدا هناك كلاعب. خلصت الـ3 مواسم اتجهت للتدريب، مرنت هناك 15 سنه ومسكت فرق كويسه جدا في لبنان زي الصفا، ومسكت البرج 5 سنوات دوري ممتاز، ومسكت برضو مدير قطاع ناشئين، ومسكت المبرة والاخاء والريان. يعني عملت كارير في التدريب في عالم كره القدم. كان معايا كابتن زيزو، كابتن عبد الحفيظ شافي كان هو ماسك النجمه، وكان معايا دكتور محمود سعد، وكان معايا في اللعبه كان معايا احمد عبد اللطيف واشرف قاسم وطارق يحيى من بتوع الزمالك يعني، وكابتن عصام بيجا الله يرحمه كان موجود، وكابتن جمال عبد العظيم. يعني الحمد لله عملت بصمه كويسه جدا في لبنان في الحته التدريبيه، وصعدت فرق من الدرجه الثانيه على الاولى. انا معايا سي في كويس الحمد لله. طب ليه حضرتك ما خدتش التجربه دي بعدها في مصر؟ يعني ليه ما شفناش كابتن صديق جمال وهو بينتقل ليصبح مدير فني لفريق في مصر من الفرق اللي شويه بعيد، يعني بتنافس ولكن من بعيد في الدوري الممتاز او في اخر الجدول، او ربما فريق في القسم الثاني، وتبدا من خلال الجمهور يعرفك هنا؟ ما انا هكمل لحضرتك. فجيت بعد كده ايه، رحت الامارات، قعدت 3 مواسم، نادي الحمريه فريق اول تحت المحترفين زي الممتاز بي، ودربت نادي راس الخيمه في القطاع الناشئين، ودربت نادي الامارات الاماراتي، وبعد كده رحت السعوديه دربت في نادي الطائي، ودربت في نادي الامل. فلحمت في التدريب بره الوقت ده خدني، اشتغلت موسم واحد او 3 اشهر مع نجوم المستقبل واللي هو فيه الاستاذ محمد طويله، وبعدين رحت معاهم بلغاريا ورومانيا، لعبت بطوله وديه هناك، وجيت من هناك دي بعدتني شويه. لو الفتره دي كلها اشتغلت في مصر في الكوره كانت فرقت معايا كاسم انا كسي في مدير فني هنا في مصر. لان كل زمايلي من جيلي يعني انا مثلا طارق العشري جيلك بقى من اللاعبين اللي بقوا مدربين في طارق يحيى، في ناس اكبر مني، طارق يحيى اكبر مني، طارق العشري في نفس سني، ايهاب جلال اصغر مني، يعني في ناس في بالنسبه لحته السن وكده هم اشتغلوا كملوا هنا المسيره. فانا حته البعد دي فرقت معايا، بس الحمد لله انا سبت بصمه في الحته اللي كنت شغال فيها. بس لازم كان ان انا اشتغل في مصر. طب سؤال، هل هنا طموحك ان الفتره الجايه عشان تعمل لنفسك اسم او كارير كمدير فني في مصر لو رغبت في ده، انه لازم تحاول تنزل درجه؟ يعني تحاول، هل مثلا ممكن تفكر في مهمه المدرب العام لفتره مع فريق مشكلة. علشان يعني بس لا انا بنفكر بس نعرف مع المشاهدين بتفكر ازاي. بتكلم بامر واقع، لو جالي انا مدرب عام يعني مثلا الكابتن مثلا رمضان السيد شغال في حته ممتاز، او اي حد من ولاد النادي الاهلي وقال لي تعالى معايا مدرب عام، هروح معاه، مفيش اي مشكله، اصل انا ما اشتغلتش هنا، اللي ما اشتغلتش الا مع نجوم المستقبل بس. فلازم اكون واقعي مع نفسي. انما انا لو انا كنت بعد ما خلصت كوره اشتغلت كملت هنا، كملت في التدريب هنا. الحمد لله انا عندي فكر وعامل دورات تدريبيه والسي والبي كل الدورات انا عاملها الحمد لله. جالي فتره كنت هشتغل في النادي الاهلي، بس برضو ايه فرقت معايا، كانوا مطلعين نظام قال لك لازم يكون ايه في الاكاديميه الاول. فقلت بعد العمر ده اكاديميه ايه، انا اروح الاكاديميه؟ لقيت التجربه صعبه اني ارجع دلوقتي الاكاديميه، واروح. بعدين انا بصيت برضو على القطاع الفتره اللي فاتت، مش الموسم، مش الفتره دي، القطاع اللي كان في النادي الاهلي كان برضو فيها حسابات تانية. انا من نوع الكابتن اللي منطوع على نفسي جدا، وما بحبش اقول لواحد ايه والنبي انا عايز ايه، لو سمحت شغلني. انا بعت السي في، كان الكابتن ماهر هو اللي كان واخد الموضوع على عاتقه، وكان نفسه ان انا اشتغل في النادي الاهلي، بس ما حصلش نصيب. في سكوت تام، ما فيش مشكله، جاي مسافر بره تاني. لو تيجي فرصه هتناسبني وهتناسب المكان اللي انا فيه، ما انا قلت لحضرتك ايه، انت تحكم على ايه؟ بالملعب وبالدراسات بالدورات وبالاسمك وشخصيتك في الملعب. لما تروح تشتغل في مكان لو ما توفقتش، ما مش انت المرغوب فيك،
من حقك تمشي. طب سؤال تاني يا كابتن صدقي، معلش يعني معذره ان انا بحاول اعرف كل بالعكس ده دي حاجه تساعدني بفكر فيها ازاي سعدني. لان اكيد الجمهور بيسال عن ده كمان، اللي بيتابع حضرتك دلوقتي مشاهدينا بيفكروا بنفس الطريقه. لو جات لك فرصه تاني في النادي الاهلي ولكن في قطاع من قطاعات الناشئين او في مرحله من مراحل الناشئين، ودي رؤيه طبعا بتبقى المجلس الاداره والمسؤولين عن قطاع الناشئين، يعني امور تعاقديه ولها اجراءاتها اللي احنا ما بنتدخلش فيها بالتاكيد، لكن لو شافوا ان مكانك في الوقت ده عايزين يشوفوا كابتن صديق كمدير فني في مرحلة من مراحل الناشئين او في الاكاديميه، وعندك الثقه والدورات والخبرات اللي قلت من خلالها انا خلال سنه او اتنين هتنقل نقله ثانيه خالص في التدريب طبعاً. هل ده مقبول ولا مستبعد بالنسبه كابتن كابتن محمد؟ انت بتتكلم كلام منطق وواقعي، ما اقدرش اجادل معاك اقول لك لا دي اسئله على فكره، ممكن تقول لي موافق او رافض اسئله، وفي نفس الوقت ليها ايه اسئله باجابه، ده سؤال في اجابه جواه اجابه من غير ما انت تقصد. ما انا كنت في لبنان، ما كابتن زيزو هو المسؤول عن نشاط الرياضي في النادي الاهلي، عارف مين صديق جمال؟ انا اخوه الصغير طبعا. عارف مين صديق جمال؟ كان هو ماسك فرقه وانا ماسك فرقه مدير فني درجه اولى. مش عايز اقول لك يعني انا بفضل الله ما ينفعش حد يتكلم عن نفسه. بوكير، كابتن محمود سعد، الناس دي كلها حصل مواجهات مباشره، وبفضل الله بفضل الله تفوقت عليهم في الدوري اللبناني. بس ما ينفعش اقول كده عيب، لان الناس دي اساتذتي وكبار في السن وليهم كل احترام وتقدير. بس الكابتن زيزو عارف ان انا الحمد لله اشتغلت في المكانه دي في كل الدول العربيه. لا لو انا اعطيته السي في وهو ما يعرفش مين الكابتن صديق هيسال عليا، انما طيب هو عارفني. هو افضل مثال حضرتك دلوقتي ذكرته هو كابتن عبد العزيز عبد الشافي، لانه معروف ده قدوه ليا ومثل اعلى يعني. طبعا طبعا هو قدوه للمدربين كتير وشخصيات كتير من جيلك كابتن صديق، وفي نفس الوقت معروف قد ايه هو محب للاخرين طبعا، بيحب يساعد الناس ويستخدم كمان الكفاءات. فكابتن زيزو ينطبق عليه انه من الشخصيات اللي ممكن تستعين بيك لو لقت ان الورق والخبرات مترجمه والدورات التدريبيه بتقول ده. هو راجل تفكيره علمي واكاديمي الى ابعد مدى طبعا. لا وبتاع كوره، لعيب كوره وفاهم طبعا وتاريخه كبير كابتن، لعيب كوره. اي مسؤول في النادي الاهلي لما يكون لعيب كوره هيفرق مع النادي الاهلي 190 درجه، من اول رئيس النادي لحد اصغر واحد في الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي. اللي ما لعبش كوره هيتعبك هيتعبك جامد جدا جدا. اصل الموضوع يعني ايه، مش محتاج يعني مثلا حد يجادل فيه، دي معروفه. يعني متفائل ان هتلاقي ممكن تجد فرصه مناسبه لخبراتك اكتر مع مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن الخطيب، مع الكابتن. ما انا مش عايز اقولها، مش عايز اقولها لسنة. لا انا بسالك، انا اللي بطرح الاسئله عشان اعفيك من اي حرج. كابتن انا كنت ما مش عايز حد يقول ايه ده بيعمل كده عشان كان قبل الانتخابات كان كده، لا انا بحب النادي الاهلي، بحب كابتن الخطيب، وربنا يعلم الواحد عمل ايه. او مش عايز حد يقول ده بيسوق نفسه، يا رب ما اشتغلش في الاهلي، يا رب ما اشتغل. انا بدعيها قدامك على الهواء في احسن قناه انا بحبها وبقدرها، واحسن نادي في مصر وفي الدنيا كلها. يا رب ما اشتغلش في النادي الاهلي عشان ما حدش يحط دي قصاد اي حاجه. انما النادي الاهلي عايزني انا خدام النادي الاهلي في اي مكان. انا يا كابتن بص اقول لك على حاجه، يا الواحد جسمه بيقشعر. انا في ناس من الاسيوط يكلموني يا كابتن عشان انا اشتغل في النادي الاسيوطي في حته معينه، لقيتها مش هتناسبني. شكرت الكابتن هادي خشبه جدا ان هو فكر فيا، شكرته جدا، وان هو شافني انا كذا مره طلعت في الفضائيات، فحاجه حاجه دي تشرفنا تسعدنا. انما نادي الاهلي في اي مكان في النادي الاهلي انا اخدم النادي الاهلي بدون اي حاجه، ودي حاجه تشرفني. واكيد النادي الاهلي بيسعد بابنائه واصحاب الخبرات منهم والمؤهلين طبعا. حسب كلام بس مش عايز اربطها يا كابتن محمد. لا طبعا لا 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 طبعا لا لا بالعكس أرجوك ده موضوع جانبي، شيل عنهم الحرج. انا بس الكلام فرض انا بعرفش النادي الاهلي على فكره، بعرفش النادي الاهلي، هي بس كلامك عن خبراتك السابقه يعني كان بيفرض علينا نسال في الاتجاه ده. اكتسبت خبرات ايه واشتغلت قد ايه بره مصر؟ لا الحمد لله. حلمك في الكارير في الفتره الجايه في مجال العمل ايه؟ لكن هنرجع للتراك الاساسي او مسار الحوار الاساسي، خبراتك وذكرياتك ونجاحاتك مع النادي الاهلي. خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير، تقرير أشرنا إليه في الأخبار اللي بدأنا بيها حلقتنا النهاردة، وبنتكلم عن استقبال وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا في النادي الأهلي ولقائهم مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي وتواجد الأهلي في كل مكان، وحرصوا على التواصل مع كل الكيانات الرياضية في العالم اللي بيكون ممثلون عنها موجودين هنا في مصر. ده بالتأكيد بينطبق على التقرير التالي هنشوفه مع حضرتك. فيفا بتعمل في افلام وثائقيه لجميع ال 32 فريق، جميع الفرق التي تاهلت لكاس العالم في روسيا 2018. فهم مقسمين الفرق لمجموعات عمل، فمعانا النهارده كريستيان وجون جايين، هم ليهم 10 دول
من ضمنها مصر وتونس من افريقيا، وكمان والباقي بقى دول امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى. فهم قبل ما يجوا هنا كانوا راحوا صوروا في الارجنتين، وبيصوروا هم بيصوروا عن استعدادات الدوله نفسها لكاس العالم. فبالنسبه لمصر فهم كانوا قبل كده عملوا مقابله في الارجنتين مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، وبعدين بيعملوا لقاءات يعني مع بعض من اللاعبين المحترفين المصريين في الفرق الاوروبيه، وبياخدوا مجموعه من اللاعبين اللي هم موجودين بالقاهره. فالزياره كانت النهارده مع النادي الاهلي مجموعه اللاعبين، بعض اللاعبين المحترفين بالمنتخب. فهم احنا يعني تم طبعا تنسيق الزياره مع مدير المركز الاعلامي الاستاذ جمال جبر، وقلنا له طلب الفيفا التحدث مع بعض اللاعبين والقاء الضوء على المشاركه. وهم اختاروا بصراحه كمان يعني اللاعبين من النادي الاهلي، لان هم بيعتبروا ان النادي الاهلي هو مؤسسه كبيره، وان على مدى العصور دايما كان قوام المنتخب الوطني مش بس لكره القدم ولكن لجميع المنتخبات ايضا، حتى منتخبات الناشئين قوامها دايما اكثريه اللاعبين بتنتمي الى النادي الاهلي. فعلشان كده النهارده كانت الزياره موجوده. هو زي ما قلنا هو بيقول ان دي مبادره ابتدتها الفيفا من 2002، ان قرروا ان هم يعملوا ده يصبح البرنامج الرسمي والاستعداد القوي لكاس العالم، بان هم يعملوا افلام وثائقيه عن الفرق بحيث ان هو بيكون ماده فيلميه وفيها ماتيريال كبيره عن الفرق المشاركه، والفرق دي ازاي اتاهلت، وفكر اللاعبين وفكر المدربين، وازاي هم اتاهلوا، وماذا يعني التاهل لكل دوله، والجماهير يعني ازاي المنظومه كلها. وده يبقى ان هم هيعملوه على 16 حلقه، كل حلقه بتضم فريقين، علشان تبقى ماده خصبه للاعلاميين وللجماهير يشوفوها عن طريق الفيفا، عن طريق موقع الفيفا. وده هيكون قبل انطلاق كأس العالم، فالناس تبقى عارفة. وهيستمر هذا البرنامج أثناء كأس العالم بحيث أن هم يمدوا جميع الإعلاميين وجميع الجماهير بكل المعلومات اللي ما يقدروش يحصلوا عليها لو هم مش موجودين هنا. And what are the expectations? Well, in my case, طبعا ان هو بالنسبه له مش بس ان هو شغله مع الفيفا تي في، ولكن هو شغله كمان من الارجنتين، هو بينتمي للارجنتين وشاف هيكتور كوبر وهو بيلعب وهو مدرب، وهو بالنسبه له كان لاعب كويس قوي، لاعب كبير وكمان مدرب كبير، وان هو بالنسبه له ان هو يعمل مع المنتخب المصري ويقدر ان هو يحقق النجاح ده مع المنتخب المصري. هو مش بس بيشتغل مع منتخب عادي لكرة القدم، ولكن منتخب مصر منتخب كبير، وقدر ان هو يتبع خطوات او تكتيك واسلوب المدير الفني هيكتور كوبر اللي اشتغل معاه، وبالتالي حقق هو نتيجه عظيمه ليه ونتيجه عظيمه للمنتخب الوطني. وان هو يعني شايف ان هم وصلوا مع بعض لمرحله مهمه، ويعني بيتمنى ان هي طبعا تكتمل يعني. مشاهدينا كنا بنتابع مع حضراتكم هذا التقرير واللقطات اللي قدمت لنا بعض التفاصيل عن اللقاء اللي تم بين المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومجموعة من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبنواصل الحوار مع ضيفنا ونجم النادي الأهلي السابق الكابتن صديق جمال. كابتن صديق، هنخرج شوية عن إطار الحوار، عن ذكرياتك ونجاحاتك السابقة مع النادي الأهلي للتعليق على محتوى التقرير ده. منتخب مصر والاعداد له، الفيفا بيحضر طبعا، مجموعه من الفيفا بتحضر او بتشتغل على فيلم وثائقي وتسجيلي عن نجوم الكره المصريه وعن منتخب مصر قبل المشاركه في نهائيات كاس العالم في روسيا 2018 ان شاء الله. شايف ازاي فرص المنتخب؟ شايف ازاي مشوار المنتخب في الفتره اللي فاتت والمع نجوم هذا الجيل من لاعبي المنتخب؟ المنتخب طبعا الحمد لله الجيل اللي موجود جيل يحسب له يعني بالكفاءه، وبالنسبه للمدير الفني برضه على مستوى عالي جدا. انا بقول نجح في مهمته ان هو وصلنا نهائي افريقيا ووصلنا لكاس العالم، دي حاجه كويسه جدا جدا تحسب له. الجيل دوت جيل ممتاز، ان كان المحترفين زي صلاح
زي النني زي كوكا زي تريزيجيه زي رمضان، مجموعه لعيبه بسم الله ما شاء الله. حتى المجموعه اللي هي المحليه اللي هي بتلعب في الدوري المصري زي عبد الله سعيد واحمد فتحي والشناوي وعلي جبر، وكان حجازي طبعا لما احترف بره، مجموعه كويسه جدا جدا. انا شايف ان الخواجه ليه سيستم حته اللعب معين، الناس كانت معترضه عليه في الاول، بس انا شايف ان هو نجح بدرجه امتياز، ان كونه يوصل للنهائيات افريقيا ووصل لتصفيات كاس العالم دي حاجه تحسب له وتحسب للعيبه وتحسب لاتحاد الكوره ان اختياراته كانت صح، رغم ان انا من ضمن الناس جيت فتره كنت بهاجمه على طريقه لعبه وكده. الفتره اللي جايه صعبه جدا بالنسبه له لان ده كاس العالم، ما فيهوش بقى ان انت تنزل تلعب مثلا بتامين دفاعي قوي، هتلعب اول حاجه المباراه الاولانيه مع اورجواي، اول مباراه مع اورجواي مباراه مهمه أعتقد جدا، اعتقد انها كمان اصعب مباراه بالحسابات، صعبه بس صعبه وفي نفس الوقت ممكن تبقى صعبه، لان انت عندك من الخبرات اللي هي تؤهلك ان انت تأدي اداء كويس. المحترفين اللي معاك وعلى راسهم برضه، مش بعتمد كل حاجه على صلاح، بس هو زي ما بيقولوا هو اللي في الصوره يعني، الناس هتعمل لك حساب. منتخب الاردن مع حسام حسن اتعادل معاهم 0-0 في التصفيات، وكان على اللي يخش على النهائيات، كان يا الاردن يا اورجواي، صح ولا غلط؟ فانا بتكلم على حته ان احنا معانا منتخب كويس، معانا لعيبه كويسه. دي المدير الفني مستر كوبر، عندنا مباراه وديه حوالي مباراتين، الاستعداد جيد جدا ليهم، المفروض يكون في اضافه. لو في اضافه انا كان نفسي ان هو ياخد يعني عنصر او عنصرين الفتره اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها، لان انا حته مرام محسن هو لو جاهز كان لازم ياخد راس حربه، هو المكان ده الوحيد اللي عامل توتر شويه وقلق. بس الحقيقه مروان رغم كفاءته ان احنا بنتمنى له يرجع بقوه ويبقى اضافه، الحقيقه هو بعيد بقاله فتره طويله، ان شاء الله يرجع بقوه ورجع ويتدرب مع الفريق، بس مشوار علاجه اخذ وقت طويل جدا، فاكيد افقد جانب كبير من حساسيه المباريات وجاهزيته الفنيه، فدي مش في صالحه ومش صعب اختياره على المدير الفني، مش مديه باور، لكن ربما يبقى في حاجه استثنائيه ويكون في الحسابات، مش مديه باور لمستر كوبر ان ياخده عشان هو بعيد وغصب عنه الاصابه حرمته. بس في على فكره اللعيب اللي جاي من النادي انبي ده لعيب كويس جدا 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 جدا، لعيب على مستوى عالي، عنده سرعات بيسجل، بيوصل بسرعه، عنده تحركات، يعني في المواصفات اللي هو ممكن يبقى فرود، بس مش هيروح يلعب اساسي. هي اصلا ثلاث مباريات اللي هم التصفيات، لو كان في فرصه كان يلعب ماتشين ثلاث ماتشات يكون على قد مستوى الحدث كان ياخده، كان يفرق معاه. كان في عمر السعيد اللي كان في الانتاج الحربي وراح، بس للاسف الشديد الولد ده لو كان في الاهلي او في الزمالك كان ممكن كان خده على طول، لان كان هيبقى عنده المواصفات ان هو لما يروح المنتخب مش هيبقى فيه هيبه، كان هيخش بسرعه مع المنتخب. تقصد انه دايما دخول النجوم من الانديه الجماهيريه بتفرق. زي الاهلي والزمالك اسهل، بتفرق، بيركب مع الفرقه بسرعه، وبالذات ايه في احتكاكات في مشاركات افريقيه، هتلاقي اللعيب عنده خبرات مختلفه، هيربط على طول مع اللعيبه بتاعه المنتخب. بس انا بقول حتى لو ما خدش حد، الا في لعيبه كويسه في المنتخب، وان شاء الله باذن الله يشرفونا في كاس العالم. ومستر كوبر حته طريقه اللعب انا عارف هيتعامل مع كل مباراه بطريقه معينه، لان منتخب اورجواي غير السعوديه غير المنتخب الروسي، بس برضو التصنيف ما يخدعناش، يعني عندك اورجواي وبعدين احنا وبعدين السعوديه وبعدين المنتخب الروسي في التصنيف الرابع بالنسبه للتصنيف على مستوى العالم. بس اللي على الورق شيء يا كابتن واللي على الملعب شيء ثاني. هو كابتن صديق اعتقد دي حلاوه كره القدم. شوف حضرتك نجم سابق وعندك خبرات، وتقول انا كنت مش مختلف مع هكتور كوبر المدير الفني، ودلوقتي راضي عن الاداء وشايفه نجح بامتياز. كابتن عصام عبد المنعم وهو ما هو في عالم كره القدم وفي تاريخ كره القدم، قال في حوار سابق يمكن في نفس البرنامج الاسبوع الماضي، قال انا مش مقتنع ومش راضي عن التوجهات الفنيه، لا هو غير راضي عن طريقه اسلوبه فنيا كمدير، عن هكتور كوبر قال انا مختلف معاه، او مش فاكر العباره تحديدا، بس قال انه مش مقتنع قوي وانه لا يتوقع، وقال لا اتوقع ان نتجاوز الدور الاول، واتمنى طبعا ان احنا نتجاوز وننجح ونوصل لابعد افاق ممكنه في البطوله في المونديال، لكن هنا الاراء اللي بتختلف وبيحسمها وجهات نظر كلها تحترم، لكن الارقام دايما زي ما حضرتك قلت هي اللي بتحسم طبعا. يعني دلوقتي انا الارقام هي معيار القياس، لو حد هاجمه في الفتره الاولانيه انا مش هاجمته، وانا طلعت باكثر من قناه في مصر يعني، واتكلمت على طريقه اللعب فيها عقم شويه الحته اللي ورا، وما ينفعش اجيب احمد فتحي الراجل بيلعب طرف العبه في نص الملعب، يعني لو حصل مشكله للنني او لطارق حامد، معقوله منتخب مصر في اللعيبه دي كلها والانديه المصريه كلها وبالمحترفين مش قادر اجيب لاعب محور، لو واحد من دول سقط مني العبه
اجيب احمد فتحي بيلعب على الطرف العبه في الحته دي، دي كانت ضد المدير الفني، بس مش اي حد يلاحظها الا اذا كان واحد مدرب حد في مجال الكوره، انما ممكن تعدي على اي مشاهد عادي. انما لما الراجل ده بيلعب بالطريقه دي ونجح نهائي امم افريقيا، احنا بقى لنا 3 مواسم ما دخلناش افريقيا مظبوط ولا التصفيات، لعب نهائي افريقيا وراح كاس العالم، لازم ترفع له القبعه. طب اخيرا هنا برضو في الجزء الخاص بالمنتخب برضو الاراء بتختلف، شوف حضرتك بتقول اعتقد ان مفيش بقى تهاون وان مفيش فرصه وما ينفعش نبقى متكتلين دفاعيا في نهائيات المونديال الفتره الجايه غير اللي فاتت، تتوقع تغيير في الطريقه الفنيه اكيد، ونسمع اراء تانية بتقول أكيد. الراجل نجح بالطريقه دي ووصل بالطريقه دي فمش هيقدر يغير، لا مش هيلعب دي. متوقعين يلعب بنفس الاسلوب؟ لا انا متاكد ان هو هيغير من سيستم لعبه حتى لو حاجه بسيطه في بعض اللي في الملعب، الخطوط اللي في الملعب. اصل لو انت سبت طارق حامد ولا النني وحد يفضل يلف بالكوره يعمل كده ويدور وعلى بال ما يلف ويفكر هيعمل ايه في كاس العالم، هتلاقي الناس بتدوس عليه. كابتن محمد سرعات قوه حاجات رهيبه بره، يعني امكانيات فنيه عاليه جدا، ده كاس عالم يعني اعلى مستوى بالنسبه للكوره في العالم. فلازم انت طريقه اللعب تناسب الناس دي، ولما تلعب قدام السعوديه غير ما تلعب مع قدام اورجواي. يعني متفائل ان شكل الاداء هيبقى فيه توازن هجومي اعلى او درجه اعلى من الهجوم مقارنه بادائنا في التصفيات وفي المباريات، ونفسي كان يثبت راس حربه ثابت في كاس العالم، بحيث الناس اللي تيجي من ورا لو كان كهربا او صلاح او رمضان او تريزيجيه، انا ما بحبش ان صلاح بينجح بره. نعم. طريقه اللعب مختلفه بره، في فتنس عالي جدا اعلى من اللي عندنا، في سرعات، في قوه، في قوه موازيه بالسرعه، في كل حاجه موجوده في الدوري الاسباني في انجلترا. انما عندنا الدوري معلش يعني حدث ولا حرج، النادي الاهلي بنص مستواه وراكب الجدول ب 20 بونت اخيرا بره غير مصر. كابتن صديق احنا بنختتم الحوار، الفتره الجايه الجمهور هيتابع ازاي كابتن صديق جمال، والاقرب ان احنا نشوفك فيه في الوسط الرياضي مجال ايه في الفتره الجايه؟ يعني ان شاء الله الفتره الجايه بتمنى ان شاء الله لو جات لي حاجه كويسه في المستوى التدريب اكون متواجد، جاب لي حاجات اداريه في اي مكان موجود في مصر هتليق بيا اكيد هرحب طبعا. انا بتمنى اكون متواجد الفتره الجايه لان قعدت فتره كبيره بره ودي دفعت ثمنها، يعني فرقت معاك. نسعد بيك وبكل ابناء ونجوم النادي الاهلي السابقين والجيل الحالي والاجيال القادمه ان شاء الله، ونجاحات مستمره للنادي الاهلي في كل مكان، التواجد النادي الاهلي بارقامه بطولاته ابنائه الاسماء اللي حققت يعني على مدار اجيال متعاقبه بطولات ان شاء الله تستمر في الفتره الجايه، وسعداء جدا بوجودك معنا النهارده نجم النادي الاهلي السابق كابتن صديق جمال، بشكرك شكرا جزيلا. سعيد جدا كنت مع حضرتك، وان شاء الله الف مبروك مقدما دوري النادي الاهلي، واتمنى التوفيق للكابتن حسام بدري ومجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الاهلي في تقدم على طول باذن الله باذن الله ويتكرر لقاءنا مع حضرتك في الفتره الجايه ان شاء الله. شرف لي ان شاء الله. مشاهدينا نهايه هذا الحوار، ولكن فقراتنا مستمره والحوارات في الاهلي في كل مكان مستمره، فاصل ونعود لسه في مجموعه من التقارير والاخبار المصوره اللي هنعرضها على حضراتكم في الساعة القادمة إن شاء الله، وأيضا لقاء مع كل من الناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري والناقد الرياضي الأستاذ محمد القوسي، ومناقشة العديد من الأخبار اللي عرضناها والتقارير، فضلا عن عدد من التساؤلات حول أبرز القضايا الموجودة في الساحة الرياضية والوسط الرياضي والكروي في هذا التوقيت. فاصل ونعود. والله دي حاجه طبعا كويسه جدا، وكان حلم احنا يعني بنسعى له، الحمد لله هو اتحقق وان شاء الله هيبقى الدعم ده للاتجاهين كويسين جدا، الاتجاه الاولاني هيخفف العبء على الحكومه، الاتجاه الثاني فعلا هيبقى متخصص وفي استدامه ويكمل المجهودات الفنيه اللي من اللجنه الاولمبيه ومن الاتحادات وبرضه الوزاره، وبرضه الدعم اللي هيبقى من الوزاره موجود ان شاء الله ده هيبقى مردود كويس جدا ونشوف على المدى القريب في طوكيو 2020 ان شاء الله. بقول ان دي خطوه يعني متميزه جدا في الرياضه المصريه، ان انت تقدر تساهم في ازاله بعض العقبات على اللعيبه وعلى مش بس اللعيبه الاولمبيين ولكن على القاعده العامه لشباب مصر اللي عايز يمارس رياضه حتى لو كانت على مستوى اقل شويه، لشباب مصر اللي عايز يمكن يساهم في الاداره الرياضيه ايضا، الرياضه مش فقط لعب ولكن ايضا اداره وحاجات فنيه كثيره جدا ممكن يتعلموها كمدربين، الصندوق ده ممكن يحاول ان هو يدعمهم مش بس فنيا ولكن ماليا. بشكر
مجلس إدارة الصندوق على أنه هو جمع هذه الخبرات المختلفة. الرياضة بقت صناعة دلوقتي، فمش بس لازم تكون رياضي ولكن لازم تكون عندك خبرة في مجالات أخرى. أتمنى أن احنا نشوف نتائج، ولكن عايزة أحب أقول للناس أن احنا النتائج مش لازم تبقى السنة دي، ومش بس الأولمبيات اللي جاية، الأولمبيات اللي بعدها، والنتائج مش لازم تبقى بالميداليات ولكن بالقاعدة الأكبر للرياضة والتأثير على الرياضة عامة. الصندوق دعم الرياضة خطوة قوية جدا. النهاردة في أبطال كتير في مصر مع الأسف ما بيلاقوش حد يقف جنبهم ويرعاهم وبتروح الموهبة بتاعتهم. النهاردة يمكن أنا كان ليا تعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال دعم الفريدة عثمان. النهاردة المجتمع المدني ليه دور، وكل الشركات عندها دور ومسؤولية مجتمعية. النهاردة لازم تخش وتشارك علشان خاطر النهاردة مصر عندها مجموعة أبطال كتيرة في كل الألعاب. النهاردة احنا محتاجين نرعاهم ونعمل لهم برامج تدريبية معينة علشان نقدر نشوف أبطال كتير بدل بطل واثنين وثلاثة. مصر تشوف مجموعة أبطال في أولمبياد بكين 2020. حاجة جميلة جدا ان يحصل الصندوق الدعم الرياضة المصري ده، حاجة جميلة. ونطلع ان هو في الاخر صندوق آلي وناس متبرعة وناس عايزة تعمل حاجة للبلد في المجال الرياضي. ده اهتمام غير عادي، غير مسبوق بالرياضة. يعني كله كان قبل كده بيتبرع لأي حاجة لمستشفى الكذا، لا ده بيتبرع للرياضة اللي هي تحمي الناس من دخول المستشفى. ده الفكر الجديد، ده حاجة جميلة قوي. يعني ما اقول لك انا مبسوط قد ايه ان في الشعب المصري الناس بدأت تفكر بالشكل ده وبدأت تدعم الرياضة اللي هي اساس نجاح اي دولة. طبعا فكرة جميلة وفكرة كويسة ان احنا نوصل للمستوى اللي احنا فيه دلوقتي والموقف اللي احنا فيه. اتمنى ان احنا نشوف بقى اليات التنفيذ ونلاقي النتائج على طول، لانه لازم اذا ما شفناش نتيجة لهذا المشروع يبقى احنا كاننا ما عملناش حاجة. اللي انا عايزه بقى بعد ما نخلص بس اول مرحلة منه، لانه لازم يبقى في مراحل، ان احنا نبص بقى على الالعاب الجماعية، لانه اللي انا فاهمه برضو انه هو هيبقى الالعاب الفرديه ولعيبه منتقاه. عايزين نبتدي نخش المرحله اللي بعدها. طبعا دي هتاخد وقت، يعني اعتقد بعد 2020 ونبتدي نبص على القصه دي. انما هو ده الروح اللي مطلوبه، هو ده اللي المفروض نعمله، الدعم الاهلي للرياضه والتسويق وهكذا. والله بص، ما فيش شك ان احنا فخورين جدا باللي تم الى الان، لكن نقول دي بدايه. الفتره التحضير لهذا الصندوق خدت مننا شغل كبير جدا، وأدت إلى تضافر كل الجهود وأدى إلى هذا الموضوع. بدأنا المشوار، يعني احنا كل اللي فات ده كان عشان نبتدي المشوار. مشوار طويل، مشوار يحتاج إلى عمل وجهد، كل الأطراف لازم تشتغل مع بعضها، سواء كانت لجنة أولمبية، سواء كانت وزارة الشباب والرياضة، اتحادات، أندية، كل الدولة هتعمل مع بعضها، واحنا كمؤسسات مالية وبنوك، كل ده هيشتغل من أجل ان احنا نخدم شبابنا. لانه انا شايف ان الرياضه بتلعب دور كبير جدا في التنميه الاقتصاديه، في تنميه الشباب، في التعليم، في الصحه، كل ده هيجي من خلال ونهدف ان احنا ننجح عشان نقدر نبقى تجربه تقدر تتكرر في مجالات اخرى. كلنا هنساعد ان شاء الله ان الصندوق ده ينجح، لانه في الاخر هيساهم معانا كبير من الدوله ومن الاتحادات في دعم ابطالنا الاولمبيين وابطالنا ابطال العالم في اللعبات المختلفه، انهم يعرفوا ينفذوا برامجهم الفنيه على اعلى مستوى. عشان فعلا لو احنا فعلا عايزين ننافس على الانديه الاولمبيه لازم نعمل برامج ويبقى عندنا احسن مدربين واحسن طريقه تدريب، خلاص يعني احسن كمان من الابطال العالميين اللي موجوده. فعشان نعرف ننفذ الكلام ده ما يبقاش عائق مالي، الحمد لله الصندوق ان شاء الله هيساهم بشكل كبير. والناس برضو بتتساءل على طب هيبقى في تضارب ما بين الصندوق واللجنه الاولمبيه، انا بطمنهم ان شاء الله مش هيكون في تضارب، لان المصلحه واحده في الاخر. احنا عايزين مصلحه اولادنا. طريقه الاختيار والكريتيريا اللي هتتحط لمين اللي يستحق هذا الدعم ان شاء الله مش هيبقى فيها خلاف ما بين اللجنه والصندوق، لان كله في صالح مصر ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية. شفنا في التقرير السابق والحديث عن ولقاءات كثيره بتتحدث عن اهميه هذه الخطوه، تدشين هذا الصندوق، صندوق دعم والنهوض بالرياضه في مصر.
اتكلمت طبعا كعضوة في مجلس إدارة نادي الأهلي الدكتورة رانيا علواني، وأيضا نائبة في مجلس النواب ومن الشباب والكوادر الجديدة في مجلس إدارة النادي الأستاذ محمد الجرحي، فضلا عن شخصيات وكوادر كثيرة جدا مرتبطة بالمجال الرياضي ومجالات يمكن أن أيضا تتشابك مع الرياضة من خلال آفاق استثمارية كثيرة يمكن أن تخدم الرياضة المصرية. كل ده هنتكلم عنه وقضايا وأخبار وموضوعات أخرى من خلال هذا الحوار، وهنبدأ طبعا من حيث انتهى هذا التقرير. اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو الأهلي في كل مكان، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. مساء الخير يا أستاذ محمود، وأهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. ويسعدنا أن نرحب أيضا بالناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائية الأستاذ محمد القوسي. أستاذ محمد أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا. أهلا بك يا أستاذ محمد، وسعيد بالتواجد معك ومع زميلي العزيز المحترم الخلوق الأستاذ محمود صبري من القامات الصحفية المحترمة النادرة في هذا الزمان. بالتأكيد يعني بالتأكيد، وسعداء بوجودك معنا والأستاذ محمود بالتأكيد. هنبدأ بمحتوى هذا التقرير وما أشار له. شخصيات كثيرة اتكلمت على مدار أكثر من أو من خلال أكثر من مادة مصورة أذعناها النهاردة في هذه التغطية، التقرير اللي بدأنا به هذه الحلقة في فقرة الأخبار، وأيضا اللقاءات السابقة مع شخصيات عامة ومسؤولين من قطاعات كثيرة شاركوا في هذه الاحتفالية والإعلان عن تدشين هذا الصندوق. حضرتك شايف إزاي أهمية وجود هذا الصندوق أو أي كيانات أخرى تطوعية أو غير حكومية تدعم باستثمارات وتدفقات وتمويل مالي مجال الرياضة والنهوض به؟ ابدا، هو يعني فكره الصندوق دي فكره يمكن لها فتره يمكن مطروحه وطرحها مهندس خالد عبد العزيز. ده هو هدف اخراج الدوله، يعني رفع يد الدوله عن الرياضه تدريجيا. هي كده كده الدوله يعني بدات ترفع يدها، رغم ان انا يعني من الناس اللي رافض مساله فجاه انه الدوله ترفع يدها، لان احنا ده زي ما احنا شايفين الحال لم يتغير كثير. يعني هو قدامنا فتره كبيره جدا يعني عشان يتم التحول للوصول الى الهدف، يعني ما يكونش المساله تبقى فجاه، يعني لازم يبقى في تحول تدريجي تدرج يبدا الناس تتعلم وتفهم ايه هو المفهوم. وكده الدوله دورها بيبقى موجود في رقابه على النواحي الماليه، يعني الملاعب وهي اللي عملت البنيه التحتيه. الدوله هي حضرتك عايز مثل هذا الكيان تبقى كيانات مكمله، كيانات نستفيد وتحدد الاهداف. مش عاوز اعمل كل مشروع وياخد الضجه بتاعته وفي الاخر زي مثلا الغاء مدارس الموهوبين. كان قرار غريب جدا، يعني قرار مش مفهوم ليه واتلغت ليه، طب وايه الاسباب وايه الهدف؟ كان المفروض ده الكلام اتعمل وكله سكت ومحدش ايه ولا حس ناقش القضيه دي او قيمها بشكل دقيق. لكن عاوز اقول لك ايه، لابد واحد الهدف ان احنا هنعمل الالعاب لعبه كذا وكذا وكذا وكذا. اثنين، المسؤول فنيين هنجيب يا اما خبراء اجانب يا اما خبراء من هنا، وهندور وهننقب وهنعمل في الحته الفلانيه. ثلاثه، لا هنتابع هنلعب في اللي مش عارف. يعني عاوز اقول لك ايه، ده كله هيبقى جهد كبير جدا، والمساله مش مساله كلام. لازم تقول لي ان انا عندي طموح، انا عندي مفهوم طوكيو بس حضرتك عايز خطوات واضحه وبرنامج واضح لاداره هذا الصندوق ولعلاقته والتشابك او عدم وجود علاقه على الاطلاق بعلاقته بالدوله وتمويلها للرياضه. استاذ محمد القوسي، كيف ترى هذا الامر والاعلان عن تدشين هذا الصندوق؟ يعني الحقيقه ان فكره الصندوق انا من وجهه نظري ربما اختلف مع زميلي العزيز محمود بعض الشيء، ان هي يعني فكره مهمه جدا للرياضه المصريه وفكره منقذه للابطال اللي بيضيعوا مننا بعد ما بيحققوا انجازات. يعني اكثر من بطل بيحقق انجاز في الرياضة المصرية وبعد كده يرجع للاتحاد ما يلاقيش فلوس، ما يلاقيش معسكرات، ما يلاقيش اعداد، فيبقى محقق مثلا في الالعاب الاولمبيه، على ما تيجي الالعاب الاولمبيه الثانيه يكون ضاعت، وضاع ابطال العظام كان ابرزهم كرم جابر، يعني من الناس اللي ضاعوا ما حدش يهتم بيهم، وعدد كبير جدا من الرياضيين. اعتقد ان هذا الصندوق هو يعني زي ما هو احنا عايزين نعرف بس الاستثمار، يعني في كلمه صندوق استثمار، هل الاستثمار ده يعني هيكون وراه فوائد لرجال الاعمال اللي هيتبرعوا او مين اللي هيتبرع او الجهات اللي هتتبرع؟ في النهايه عايزين نعرف ده، بس اكيد ليها اليه معينه ومحدده وواضحه هم لم يتم الافصاح عنها بشكل كامل يعني. لكن في النهايه هذا الصندوق في ظل ان الدوله رفعت ايدها تقريبا شبه كامل عن الاتحادات الرياضيه وعن الالعاب الرياضيه واسناد كل شيء للجنه الاولمبيه، اعتقد ان هذا الصندوق سيكون داعم كبير جدا للابطال الرياضيين. هو يعني اعتقد ان فكرته اللي وصلتنا من المؤتمر من هذا المؤتمر والفكره اللي عرضها المهندس خالد عبد العزيز ليس الهدف منها البحث عن موهوبين بقدر ما تبني المواهب اللي موجوده بالفعل، الابطال اللي موجودين بالفعل في عديد من الالعاب الرياضيه. يعني عندنا اكثر من بطله، مثلا بطله زي ساره سمير
واحده من ابطال رفع الاثقال في العالم، محقق ميداليه اولمبيه في ريو الاخيره، محقق ميداليه ذهبيه في بطوله العالم الاخيره. هذه البطله يعني في بعض الاحيان قد لا تجد دعم، يبقى هذا الصندوق يدعمها، هدايا ملاك مثلا يجهزوها مثلا ل 2020، وعدد كبير جدا من الابطال سيتم تحديدهم والاتفاق عليهم ويتم الانفاق عليهم بعمل معسكرات خارجيه لهم او معسكرات داخليه باحضار مدربين اجانب. ده كلامك يا استاذ محمد يعني يتفق 100% مع محتوى الخبر نفسه اللي بين السطور، انه يهدف بدرجه رئيسيه هذا الصندوق الى دعم واعداد وتجهيز والانفاق على اعداد بالزبط. وتجهيز الكوادر الرياضيه اللي بيتم اعدادها للدورات الاولمبيه. للدورات الاولمبيه البطل الحالي يعني. البطل الحالي، لكن احنا محتاجين هذا الصندوق يمتد اثره زي ما بيقول زميلي العزيز الاستاذ محمود صبري الى البحث عن مواهب، ان نجيب ابطال من تحت. وده قاله استاذ محمود بالظبط، ان هو بدل ما ان احنا نقعد ننتظر بطل يظهر لنا بالصدفه، ان يبقى عارف من 10 سنين ومن 12 سنه ومن 15 سنه ان البطل ده بعد كام سنه هيحقق لنا ميداليه اولمبيه، فيتبناه ويصرف عليه ويتم الانفاق عليه، وده محتاجه طبعا جهد كبير وعمل كبير جدا من الدوله تحديدا يعني. يعني لسه بتتفقوا على انه خطوه جيده، ولكن حضرتك وحضرتك تنتظروا كل ما يعلن عن تفاصيل خاصه بتفعيل دور الصندوق وكل المهام المكلئه اليه، ان لسه التقييم الكامل ليس متاحا في هذا الوقت. طيب خلونا ننتقل لخبر اخر، تفاصيل زياره وفد الاهلي لمحافظ القاهره، اللقاء اللي تم بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمهندس عاطف عبد الحميد، مع وجود طبعا اعضاء وقيادات من الجانبين النادي والمحافظه، وبحضور مجموعه من ممثلي الهيئه الهندسيه او الفريق الهندسي لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للحصول على كافه الاوراق وتقنين كل الاجراءات اللي بيعتزم النادي الاهلي القيام بها في الفتره الجايه. شايف ازاي التحرك ده؟ بدأ من ضمن برنامج عائله الاهلي، والناس يعني منتظره الخطوات اللي وعد بها المجلس انه هيسرع في يعني تجديد وتطوير كل المقر وتطوير النادي، والمشاكل هم قابلوها واستمعوا ليها وسجلوها خلال الحمله الانتخابيه هتكون اكيد مسار اهتمام. والنادي الاهلي بيطرق الابواب الرسميه للدوله للحصول على التراخيص، وده مش غريب، دايما لازم يبقى في تعاون ما بين الاهلي يعني اول اي نادي وما بين الجهه اللي هي المنوطه بالامر، اللي هي الجهه المفروض بنقول عليها الجهه الاداريه اللي هي المحافظه المسؤوله والاحياء على منح التراخيص، ولازم يبقى في تعاون ما بين الطرفين. خطوه يعني انا شايفها في تفاعل سريع في رد فعل، المجلس داخل في حاله يعني عاوز اقول يعني حاله نشاط، عاوز يقول ان انا بشتغل، عاوز يقول ان انا هعمل حاجه يعني كل اللي هو فتح ملفات كتير جدا في نفس الوقت للتحرك كتير، طبعا ده بيمثل ضغوط نفسيه وعصبيه في الوقت. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يعني، مش مساله كمان تقف عند الرياضه والكوره بس، لا كمان الاهتمام بعضو النادي الاهلي والاهتمام بيه في كافه النواحي. نتمنى انه يعني طبعا بعد كمان ما تم اسناد المساله دي لجهاز الخدمه الوطنيه لاجراء كل الامور في الفروع الثلاثه، كمان انتظار الاعلان عن بدء العمل في الفرع الرابع، ده هيكون شيء مهم في جدا التجمع في التجمع، فدي خطوه مهمه جدا. و يعني رئيس النادي وصل امبارح بالليل، كان النهارده الصبح، يتمنى طبعا ان احنا نشوف على ارض الواقع ان شاء الله حاجات كويسه. هنا الاشاره الى عوده الكابتن الخطيب من رحلته خارج مصر وخضوعه لبعض الفحوصات الطبيه، وانه عاد فورا زي ما اشار الاستاذ محمود صبري الى بدء وبدات طبعا النشاط والمهام صباح اليوم التالي على عودته بشكل مباشر، ويحسب بالتاكيد له وللمجلس هذا النشاط وهذه الحركه الدؤوبه. استاذ محمود، شايف ازاي اللقاءات اللي بتتم وحرص النادي الاهلي على اكمال كل الاجراءات من الناحيه القانونيه والاجرائيه بشكل سليم 100%؟ استاذ محمد القوصي عفوا، لو اخطات في الاسم في المره الاولى بعتذر بالتاكيد، لان انا بفكر في السؤال دلوقتي انا بس. لو كان في حرص دائم من النادي الاهلي على توفيق الاوضاع اجرائيا وقانونيا بالتوافق مع كافه الجهات المعنيه بهذه التراخيص واصدار كافه الموافقات من الدوله، اهميه هذا الامر؟ ده طبعا يعني ليس ادل على الاهميه من الكلمه اللي ختم بها الاستاذ صبري الموضوع، ان الكابتن محمود الخطيب وصل للقاهره مساء امس الساعة 9 الصبح في مكتب محافظ القاهرة، بالرغم ان هو جاي من رحلة علاجية وجاي من سفر وبحاجة إلى راحة، لكن الرجل لديه اهتمام كبير جدا ولديه رغبة كبيرة جدا في الإيفاء بالوعود التي قطعها على نفسه هو ومجلس إدارته، وده أمر مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. هي عملية تطويرية كبيرة وشاملة للنادي الأهلي، وأعتقد ده هيظهر بشكل واضح خصوصا في عملية الواجهات، في عملية البنيه بتاعت النادي الاهلي بكليه، عمليه تطويريه للنادي الاهلي بالكامل. اعتقد يمكن ده حتى العرض اللي عمله النادي الاهلي النهارده
بالفيديو بالحديث مع الكابتن الخطيب ومع اعضاء مجلس الاداره، يعني ابهر محافظ القاهره وتحمس جدا للمشروع، واعتقد ان التراخيص ستكون جاهزه والعمل سيبدا قريبا في هذه الاشياء، لان الهدف ان النادي الاهلي يدخل مرحله جديده، مرحله مختلفه، مرحله تضاهي الانديه العالميه، مرحله تليق باعضاء النادي الاهلي على كل المستويات. طيب اعتقد يا استاذ محمد ان ده بيفكرنا بالمشهد اللي عرض فيه الكابتن الخطيب خلال مؤتمره الرسمي اللي بدا بيه حملته الانتخابيه، اللي قال وعرض بعض اللقطات التخيليه او التصوريه للنادي بعد اجراء عمليه التطوير والتحديث، اللي قال فيها بنتمنى في اطار برنامج عائله الاهلي يبقى كل المباني وكل الانشاءات بتعكس بشكل او اخر طابع وشخصيه النادي الاهلي. بالظبط، ده هيبان بشكل واضح جدا في كل وجهات فروع النادي الاهلي، بحيث ان الواجهه اللي في مدينه نصر، اللي في الجزيره، اللي في زايد هتكون واحده، بحيث انك اول ما تشوف هذا المشهد ده النادي الاهلي، بدل المشهد العبث اللي احنا شايفينه. طبعا مع كل الاحترام والتقدير لكل السابقين وجهود عظيمه جدا بتتم من 1907 حتى الان، لكن لابد ان يكون الاهلي شخصيته في مبانيه، في ادارته، في اللوجو بتاعنا ده يبقى مسيطر، النسر بتاع الاهلي يبقى باقي، يعني اكيد ليها افكار وتصميمات معينه سنراها خلال المرحله المقبله خلف كل هذا الجهد، بجانب ان في حاجات كثيره جدا في برنامج عائله الاهلي اكيد هتصب في مصلحه اعضاء النادي الاهلي وتدخل به خطوات كبيره جدا الى العالميه. استاذ محمود صبري، كناقد رياضي، كمواطن، كواحد من محبي النادي الاهلي، سواء حضرتك كنت عضو في النادي او لم تكن عضوا، هل تتمنى ده وجود شخصيه موجوده في المعمار الخاص بالنادي الاهلي في بدرجه ما توفيق للاوضاع او تقريب لكل المقار بشكل معماري بيخلي فيه دايما تذكير بشخصيه النادي، ولا لا مش بالضروره؟ لا طبعا، هو طبعا النادي الاهلي يبقى هدف لاي حد عنده فكره رائعه وفكره جميله عاوز يقدمها، والاهلي عنده من محبينه وعشاقه اللي يقدروا يقدموا حاجات يعني مش عاوز اقول تضيف، تظهر جمال هذا المكان. هذا المكان يعني تاريخ، مش تاريخ ادى فيه كل مجلس اداره وضع فيه لبنه، تمام، والكل يكمل الاخر. مفيش حد يقدر يقصر على نفسه ان هو صاحب هذا المكان. طبعا الاهلي دائما، وده سر قوه هذا المكان وعظمته، فانه حلقه متصل، حتى مهما اختلف ابنائه او تنازعوا ففي شيء بيبقى يحافظوا عليه. لكن عاوز اقول انه الاهلي عنده هيئه هندسيه، في مهندس فيها خبرات وكوادر متميزه، مهندس سامح حاجه رئيس اللجنه الهندسيه، وده راجل عنده خبرات، ايضا في عنده مكتب استشاري كبير جدا، يعني مش عاوز اقول اسم المكتب، لكن هو ده المتولي وهو المسؤول بيتعامل معانا، ده مش من دلوقتي لا يعني حضرتك الفكره دي شايفها فكره جيده، فكره وجود طابع معماري مميز للنادي الاهلي. يعني انا صدمني مثلا وضع سلك شائك على سور النادي الاهلي، كان بالنسبه لي مفاجاه، يعني حتى لو قعدت تقنعني 100 سنه يعني ده مش معسكره، يعني مش معسكر عشان تحط فلان هينط وفلان يدخل، كلام برضو يعني غريب على النادي، كان غريب. سور النادي الاهلي محتاج يظهر الداخل ويعكس يعني الباطن، بصونك انت تعرف زي ما قال الاستاذ محمد، تعرف تقول احنا داخلين على النادي الاهلي، يعني وانت راكب عربيتك او وانت جاي من مشوار، وهنا استاذ محمد بيقول بنظره سريعه لو مرور جانب بجانب المكان، انك تشوف جزء من السور او جزء من باطن النادي، يبقى كل حاجه فيها الطراز ده. حد عندك سور النادي الاهلي؟ يعني الحقيقه انا مش شايف ان هو غير مناسب للنادي الاهلي، محتاج تطوير كبير جدا، يعني حتى السور اللي على البوابه الرئيسيه اللي على البحر، يعني طبعا مش ملائم، اعتقد ان ده كله هيتغير وهيكون في وجهه حوالين النادي الاهلي بشكل عام تعكس شخصيه النادي الاهلي زي ما بيقول زميل العادي. طيب هننتقل لخبر اخر، وهننتظر طبعا ما تسفر عنه جولات الاتفاق والرؤيه الهندسيه للتطوير وما يتفق عليه، بروتوكول التعاون بين مجلس إدارة النادي وبين قيادات جهاز المشروعات أو مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة. إن شاء الله كل العمل ده والقرارات والتوجهات الخاصة بمجلس الإدارة في الفترة الجاية تثمر عن عمل رائع يكون مرضي جدا للأعضاء والجماهير ومحبي النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، وتنعكس بصورة إيجابية على التطوير معماريا وهندسيا وجماليا في الفترة الجاية إن شاء الله. هنكمل كلامنا باستعراض مجموعة من الأخبار الأخرى. استقبال وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم تسجيل أو إعداد فيلم تسجيلي وفيلم وثائقي عن منتخب مصر قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. أستاذ محمود، كيف ترى مسيرة المنتخب وصولا إلى الصعود للنهائيات وفرص المنتخب في هذه النهائيات القادمة؟
طبعا يعني مسيره المنتخب كان فيها يعني فيها توفيق منذ بدايه اجراء القرعه. يعني ركوب في مجموعه غانا، وغانا انت كان عندك مواجهه في المونديال الماضي وخسرت في مباراه يعني غريبه ومثيره ومحدش فاهم اللي حصل ايه في مباراه السته الشهيره، ايضا مع الكونغو، وايضا يعني ومع اوغندا اللي هي انا شايفها كانت مفاجاه في مفاجاه المجموعه، بل عكس انه الاسماك الصغيره لم تعد صغيره. كره القدم تطورت بسرعه كبيره جدا في افريقيا نظرا للانتشار الواسع، كان وجود المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه، ايضا الدوريات المحليه اصبحت بقوه، اصبحت الشهيه مفتوحه، الكل يطمع في تحقيق الوصول للمنصات. فكان فوز المنتخب في الافتتاح في القاهره 2-0، وتعادل المنتخب الغاني مع منتخب اوغندا في ملعبه 0-0، ده كان بدايه، يعني عاوز اقول لك دي بدايه تفاؤل. ايضا فوق يعني استكمل مشوارك، يمكن القلق جه لما خسرنا من اوغندا 1-0 يمكن في الماتش ده، يمكن عمل لنا شويه قلق، لكن في نتائج المنتخبات في نتائج لعبت لصالحك. هي دي الكوره وهي دي الرياضه وده شيء طبيعي جدا. لكن منتخب مصر يمتلك مجموعه من اللاعبين الجيدين جدا، عنده جهاز فني مجتهد، عارف قدرات لعبته، رغم كل يعني كثير من الناس ربما لا يعجبها طريقه الاداء، لا يعجبها الطريقه، شايف انه الطريقه الدفاع، لكن كله ده لسه قبل ما نبدا الحوار كنا بنتناقش فيه. لكن يعني ممكن ايه زي ما بقول كل شيخ ليه طريقه، وكل مدرب عارف هو عاوز ايه، هدف بيحققه ازاي، وانت اضرب لعبتك وقدرات لعبتنا وقدرات البدنيه في مواجهه الافارقه، طبعا رغم كل اللي بيتقال ان احنا الوحيدين بنقدر نتعامل معاهم، عملنا نتائج مذهله في الجابون، حدش كان يتوقع 1 من 10 ان احنا نذهب في الجابون الى ما ذهبنا اليه في المباراه النهائيه. الكل كان متوقع ان احنا نلعب دور اول او نصل دور 16 او دور 8 اقصى طموح، كانت المفاجاه وارتفع الامل والحلم، ولكن متفائل يعني بفرص منتخب مصر يا استاذ محمود في كاس العالم في النهائيات، انه ممكن يتخطى الدور الاول، ممكن يظهر بشكل حتى غير ما ظهر عليه في البطوله السابقه اللي شاركنا فيها، اخر بطوله شاركنا فيها. بص يعني بص نعم يا استاذ محمد، مساله ان انا اتفائل اتفائل، لكن انا كنت اتمنى يكون برنامج الاعداد اقوى من كده. يعني برنامج الاعداد ما تقوليش مباراتين في مارس ومباراتين في مايو ومتشكلين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا انا شايف مش كافيين، احنا كنا محتاجين على الاقل 6 مباريات. طب هرجع على حضرتك في الفتره دي يديك على الاقل في تجمع، ويديك تبقى انت عارف هو راجل حافظ قال لك معتمد على اللي بره، ما بصش حتى ليه للدوري، يعني ما تعبش نفسه، هو لو تعب نفسه ومفكر كان ايه دور له على كان طلع 1 او طلع 2 او طلع 3 عاوز حب يجربهم، لكن هو خلاص هو عارف هياخد مين وعارف قيمته مين وعارف مين اللي هيلعب وحاطط دماغه من التشكيله الاساسيه، الموضوع بالنسبه له منتهي ومقتنع انه 4 مباريات كويسه جدا، وانت عندك جدول دوري مضغوط ومرعب. يعني انا مشفق على طب احنا هنكمل كلامنا في مساحه كبيره للحديث عن مباريات او جدول والبرنامج الخاص باعداد المنتخب فنيا قبل خوض نهائيات كاس العالم في روسيا 2018. نفس السؤال استاذ محمد القوصي، شايف ازاي منتخب مصر من خلال تقييمك لمسيرته في الفتره اللي فاتت والاداء والنتائج وصولا الى التاهل رسميا للنهائيات؟ ده طبعا هو ما تحقق هو اقصى ما كنا نطمح فيه، يعني ما يعني حاجه عظيمه جدا اللي حققها المنتخب الوطني تحت قياده الارجنتيني هيكتور كوبر. شايف ان هو عمل حاجه كانت غايبه عننا من 28 سنه، كثيرون اختلفوا حول اسلوبه وطريقته في اللعب، لكن ما تفوز بيه العب بيه، وهو طبق هذا المبدا، وهو ده دليل ان هو عارف قدرات لاعب المصري بشكل جيد، عارف امكانيات لاعبتنا بشكل مميز، قدر يلعب بالطريقه دي، الطريقه دي وصل بيها الامم افريقيا بعد ما تخلفنا 3 دورات واحنا كنا الابطال في ال3 دورات السابقه، وصل بيها لفاينل افريقيا، فاعتقد ده حاجه مميزه جدا بالنسبه له. انتقد زي ما تشاء، لكن في النهايه التاريخ سجل ان احنا وصلنا للنهائي، طبعا كنا نطمع ان احنا نفوز باللقب اللي فقدناه في الدقيقه 89، لكن ليس في الامكان ابدع مكان، فهو حقق نتيجه مذهله، والازل ان هو تاهل لكاس العالم في مجموعه بها منتخبات قويه، وكان امام منتخب الغاني يعني حاجه جامده جدا. ممكن شفنا حتى الكونغو اللي هي كانت اقل فرقه اللي احنا كسبناها على ملعبها في الجوله الافتتاحيه لينا، يعني لم نفز عليها الا في الدقيقه 94 بهدف التعادل قبل ضربه الجزاء. طبعا يعني لما تسجل فيك هدف في الدقيقه يعني قبل نهايه المباراه لا، والحقيقه هدف غريب، يعني هدف فنيا
الشكل ده ما احرزوش بيه هدف غير في مباراه مصر، يعني ما شفناش حتى الجمله خالص. زي الجمله اللي جابوا بيها الجون هدف التعادل، الحقيقه كانت مفاجاه فكون ان الفريق بالظبط كل الفريق يتماسك ويؤدي بشكل ويرجع قوي ويتعادل، ده ان الفريق بتاعك بقى ليه شخصيه وعنده اصرار وعنده رغبه ويقدر يعمل حاجه. اللي بتفق مع زميلي الاستاذ صبري ان الاعداد ليس على المستوى المطلوب، كل الفرق اللي عندنا بتستعد بشكل قوي وشكل مميز جدا، روسيا بتستعد بشكل هايل، عندها فريق قوي جدا بمجموعه ما بين الشباب والخبرات، منتخب اوروجواي يكفي ان في ساويرز وكافاني من اخطر المهاجمين الموجودين في العالم في برشلونه وفي باريس سان جيرمان، المنتخب السعودي بيستعد بشكل قوي جدا وجايبين مدرب عالي جدا على مستوى كان مدرب تشيلي فايز بكوبا امريكا، حاجه يعني احنا في مجموعه ليست سهله يا جماعه. الحقيقه دايما معروف على المنتخب السعودي انه بيهتم جدا بفتره الاعداد بالظبط، يعني الناس بتاع العالم وبيهتم بيها ماليا، دعمها جداً ماليا جداً الفرق جداً اللي بيواجهها مستوى المنافسين بيهتم بده قوي. لكن ورغم كل هذه الظروف المحيطه بينا يعني ان شاء الله هنقدر نلعب كره كويسه، لان هذا الجيل الذي يضم مجموعه مميزه جدا من اللاعبين المصريين لدينا كم غير مسبوق من اللاعبين المحترفين المميزين في دوريات اوروبيه عاليه جدا، طبعا في مقدمتهم النجم الكبير اللي ربنا يحفظه ان شاء الله محمد صلاح اللي بيقدم مستويات مبهره ليس لانجلترا بل للعالم، يعني محمد صلاح حديث اوروبا وحديث الصحافه الاوروبيه، يمكن شفنا هدفه اللي جابه في بورتو البرتغالي، يعني حاجه مبهره وحاجه عظيمه جدا، يعني اعتقد ان هؤلاء اللاعبين بسنهم الصغير باحلامهم بطموحاتهم بمدرب مثل كوبر بطريقته اللي هتنفعنا في المونديال، يعني انا شايف ان طريقه كوبر هتبقى مناسبه جدا في المونديال. هل انت من الفريق اللي بيميل للراي اللي بيقول انه سعيد بالمجموعه كلها، الجهاز الفني بالمدير الفني بالحاله اللي احنا فيها بالمحترفين بنجاح وتالق محمد صلاح بالنتائج، وبيقول احنا هنقدم شيء خارج التوقعات وان شاء الله الفريق ده اصحاب الراي ده بيقولوا انا هتخطى الدور الاول، ام انت من الفريق الاخر اللي بيقول ان احنا لن نتخطى الدور الاول؟ منهم ناقد رياضي كبير زي الكابتن عصام عبد المنعم قال ان انا مع الراي اللي بيقول ان احنا مش هنتخطى الدور. لا انا ما تقدرش تقول هتتخطى ولا مش هتتخطى، يعني في النهايه يعني الحاله الفنيه انا اتمنى احنا نتمنى نتكلم على قياس تقييم، لكن شايف ان احنا بالاعداد بتاعنا ده اعتقد ان ده بيصعب من مهمتنا، يعني لان الفريق مش هيكون في الحاله الجاهزيه بشكل كبير جدا، يعني اتمنى ان كان يبقى فيه برنامج اعداد اكبر من كده ومع مدارس كرويه مميزه اكتر اقرب للمدارس اللي احنا هنواجهها في مجموعتنا. طيب استاذ محمود، هل انت واحد من افراد الفريقين اللي اشرنا اليهم ولا لك راي ثالث او فريق ثالث خالص غير المجموعتين اللي هو الاكثر تفاؤلا والاكثر تشاؤما بفرصنا في كاس العالم؟ طبعا ما فيش راي ثالث. لا في ناس تقول خارج التوقعات وما اقدرش اقول وانا راضي عن حاجات ومش راضي عن حاجات، وفي ناس واخده الباكج كله، يعني شايفه ان ايه هي الحسابات بالنسبه لهم رؤيه واحده، ده المنتخب بجهازه بنجومه بلاعبيه بنتائجه، وشايف ان احنا نقدر نعمل حاجه تفرح الناس وابعد شويه من توقعاتهم، والعكس صحيح، الفريق الثاني بيقول العكس. التمني حاجه والواقع حاجه ثانيه. الواقع بيقول ان نفسنا اكيد كلنا نفسنا نوصل لنهائي كاس العالم لو كان في امكان يعني او ناخد كاس العالم لو بنتكلم عن طموحات يعني عاوز اقول لحضرتك على حاجه. يعني غانا عملت وصلت للسيمي فاينل. لا وصلت لدور الثمانيه. دور الثمانيه. كانت قاب قوسين او ادنى من الوصول للسيمي فاينل. انها تطلع من ربع قدام اوروجواي بضربه الجزاء الغريبه جدا. درجه وبالتالي قياسا على بعض التجارب الافريقيه. بكلمك تجربه يعني اتمنى ان هيكون في الحسابات هذا الكلام، لكن الموضوع صعب. صعب اولا مع كامل احترامي انت يعني مش عاوز اقول الخبرات، طبعا في فرق ما بين المحترفين وعددهم وبين اللاعيبه اللاعب المحلي. ثانيا الهدف منك انت تزود عدد المباريات الوديه انك انت بتحفظ لعيبتك حاجه جديده، في حاجه هتعملها اذا ما طبقتهاش في المباريات بيلعب مدارس اجنبيه كتير مختلفه في فريق الكوره كل اللعيبه اللي هتلعب وتضع تحت. هو ايه اللي كسر الفوارق عندنا؟ من اللاعب احنا يعني كنا فين وبقينا فين؟ لا اتكسرت الفوارق لما الاهلي تصدر في افريقيا، اتكسرت الفوارق لما الاهلي راح لعب في كاس العالم للانديه، اتكسرت الفوارق لما لعبنا مباريات مع منتخبات دوليه يعني جبنا منتخبات كبيره واحنا خلاص بدات تذوب الفوارق التدريجيه، اتكسرت الفوارق لما انت خلاص انفتحت وبقى عندك مدارس مختلفه وجايب مدربين اجانب، ده بيديك ايه؟ بيدورك خبرات متنوعه وبيحسسك وبينقلك، اتكسرت الفوارق لما بقى عندك محترفين وصلاح بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه يعني عمل نقله وغير فكر ناس كتير جدا، ما اصبحش طموح الاهلي والزمالك فقط، لا
ده اصبح طموحها لا ده بره. انا شايف نفسي بره، ممكن بره بقى احسن. وانا من الناس اللي بقوا نادي الدوله او ده مشروع بقى انها تفتح الباب للمجال ده وتفتح الباب للعيبه. ومع كامل احترام من الاهلي والزمالك في عندنا احتراف في مصر، بس برضو من الصالح انك انت يبقى عندك كل ما زاد عدد المحترفين كل ما صب هذا الكلام في صالح في اوروبا تحديدا، في اوروبا الاحتراف في اوروبا تحديدا في الانديه. فانا شايف انه مهمتنا صعبه مش مستحيله، محتاجين يكون عندنا الاصرار وعندنا الهدف، محتاجين يكون عندنا روح قتاليه، محتاجين ما نخافش، محتاجين نعرف ان احنا عايزين كل مباراه تتلعب على انها نهائي كؤوس. نعم. دي هيحدد وهتضع قدام المنتخب تحدي كبير، وكمان الجهاز الفني وقدرته على شحذ الهمم والنفسيه بتاعت الفريق، وان احنا ممكن نوصل الدور ال 16 واحنا مش اقل من الكوره ما فيهاش ان اللاعبين يلعبوا المباريات وهم عندهم اعلى درجه طموح. اعلى مباريات ده برضو وقت الحاله الجميله، لكن لما انت تيجي تبص لها كده بالصوره لا الصوره صعبه. الاستاذ محمود الجميل في اجابته انها رجعتنا لفكره او للعنوان الرئيسي وهو الاهلي في كل مكان، انه قال من ضمن اسباب كسر حاجز الخوف او اننا مش اقل من يواجهونا في اي بطوله عالميه رياضيه او لكره القدم نجاحات النادي الاهلي على المستوى الافريقي على المستوى القاري طبعا، وانه دائما ابدا في صداره الانديه على مستوى كره القدم ومنافسات كره القدم على مستوى العالم العربي والشرق الاوسط والقاره الافريقيه، وايضا المشاركه والظهور بمستوى اكثر من رائع ومستوى طيب جدا في مواجهات مع مجموعه من اشهر انديه العالم، والمباريات اللقاءات اللي تمت بين الاهلي ومجموعه من اشهر الانديه في العالم. وده بيرجعنا الى نجاح الاهلي ودور الاهلي ووجوده في كل مكان في عالم كره القدم وفي عالم الرياضه المصريه بشكل عام. هنرجع نتكلم عن مشاركة النادي الأهلي وقياداته، مشاركة من الأستاذ خالد الضنندلي أمين صندوق النادي الأهلي مع مجموعة من الشخصيات العامة والمسؤولين في تظاهرة مناهضة للإدمان وتحرك يهدف إلى مكافحة الإدمان في مصر. نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نكمل الحوار مع ضيفينا في الاستوديو. جاءت مستمدة من استراتيجية كاملة مدروسة أقرها مجلس وزراء في جلسة في مايو 2015. احنا عرضنا في مجلس الوزراء في مايو 2015 استراتيجية متكاملة للتعامل مع قضية التعاطي والإدمان. هذه الاستراتيجية كانت قائمة على عدة محاور، محور منها أساسي هو الفكرة والأمنية اللي سمعناها في الفيلم واللي سمعناها من سيادة العقيد، هي أن يكون في كل محافظة في مصر مركز لعلاج الإدمان. فأحد الأعمدة الرئيسية في هذه الفكرة هي إتاحة العلاج المجاني بأحسن المعايير الدولية في كل محافظات الجمهورية، وأن يكون في توسع جغرافي. إحنا ابتدينا بعشر مراكز في 2014، احنا النهاردة بنتكلم في حوالي 20 أو 21 مركز ومستمرين في التوسع في كل المحافظات. هو ده دور النادي الاهلي اللي احنا كلنا تعودنا عليه، وان شاء الله احنا حاطين في برنامج عائله الاهلي اللي حطيناه في بدايه الدوره الانتخابيه ان هيكون لنا مشاركه في التنميه المجتمعيه مش في الرياضه بس، في جميع التوجهات وفي جميع الاحداث هيكون النادي الاهلي مشارك سواء جوه النادي او خارج النادي وبكل امكانياته. واحنا بنوفر كل فروعنا لخدمه، لسه متفقين ان احنا ممكن تعمل مؤتمرات جوه النادي في جميع فروعه توعية الشباب، واحنا ان شاء الله هتلاقي دور كبير لينا في لجان النادي الاهلي اللي انشئت الاسبوع اللي فات، منها كذا لجنه في خدمه المجتمع المصري كله. ان شاء الله باذن الله هتلمس ان النادي
النادي الاهلي دوره كبير، لازم يكون ده اكبر مؤسسه رياضيه في مصر، لازم يكون له دور في توعيه وغير توعيه في كل حاجه، النواحي الاجتماعيه والرياضيه. فباذن الله هتلمس ان شاء الله هذا الحضور في جميع الاحداث ان شاء الله. شفنا في هذا التقرير مشاركة الأهلي في كل القضايا المجتمعية والتحديات اللي بتواجه أي مجتمع، ومنها بالتأكيد بعض التحديات زي مكافحة الإدمان ومكافحة انتشار المخدرات في أي مجتمع. وشفنا اهتمام النادي الأهلي بالمشاركة ومجلس إدارته، ومتمثل طبعا المجلس في الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، وأيضا كانت مشاركة في هذا الحدث ومن الشخصيات الرئيسية السيدة غادة والي وزيرة التضامن. عايز تعليق من حضراتكم على مشاركة الأهلي في كل الأبعاد والقضايا المجتمعية اللي موجودة في مجتمعنا أستاذ محمد. يعني الحقيقة أنا شايف أن الأندية الرياضية بشكل عام أو المؤسسات الرياضية أو نجوم كرة القدم في مصر لابد أن يكون لهم دور مجتمعي وموجود في المجتمع بيقدموا حاجات، وده بنشوفه على مستوى العالم. بنشوف كريستيانو رونالدو بيعمله مع أطفال، عملها مع أطفال في فلسطين، عملها مع أطفال كتير جدا في مؤسسات علاجيه كبيره جدا، زي برضه حتى الدور اللي بتعمله مؤسسه اللي هو العلاج فيروسي، وبنستضيف فيه نجوم عالم كبار بيجوا هنا مصر اكتر من مره. شايف ان الانديه طبعا وفي مقدمتها النادي الاهلي دايما في الرياضه بيكون ليه دوره، ان هو دايما بياخد خطوه سباقه، يكون ليه دور مجتمعي. اتمنى ان تكون خطوه اكبر وخطوه فعاله وخطوه موجوده على ارض الواقع. اتمنى ان نجوم كره القدم تحديدا لانهم الاكثر شهره والاكثر تاثيرا والاكثر جاذبيه يكون لهم دور، يعني دور واقعي في المجتمع. يعني هذا المجتمع الذي منحهم الشهرة، منحهم النجومية، منحهم المال، يكون لهم بصمة موجودة معهم في المجتمع مع أطفاله، مع عائلاته، مع الفقراء، مع الغلابة، مع المساكين. مهم جدا إن احنا يكون عندنا الدور ده، يعني زي ما هو موجود في كل أنحاء العالم. يعني أستاذ محمود رأيك إيه أو تعليقك على هذا التقرير؟ وأنا أتفق مع الأستاذ محمد، يعني زي ما قال. وطبعا الأندية الرياضية يعني لازم يكون لها دور قوي جدا في المسألة دي، ارتباط الجمهور بناديه، بنجوم المحبين سواء كرة القدم سواء الألعاب الأخرى. لابد الناس دي كلها يد فاعلة في المجتمع. المجتمع هو صاحب الفضل عليهم أولا وأخيرا. ما وصلوش للي وصلوا له إلا من خلال مساندة الجمهور ومساندة النادي. فعاوز أقول إنه قضية زي قضية المخدرات بأمانة فعلا عندنا مشكلة حقيقية فعلا، وشبابنا فعلا في خطر. وعاوز أقول يعني نجوم الأهلي ونجوم الأندية الأخرى، أنتم مطالبين بإنكم تقدموا رسالة، وده تبقى شيء يعني موجود. كنت اتمنى لو يبقى في جمهور في المدرجات قبل كل مباراه، لازم يبقى في رساله تتقال من اي من كل نجم من فريق، والرساله دي تتذاع وتتقال وتبقى يعني شيء مهم ومكتوب ومتفق عليه، لانه فعلا المخدرات اصبحت وباء، مش اصبحت بس مساله تعاطف، ده وباء في المجتمع وانتشرت بصوره يعني مرعبه ومخيفه. وجود النادي الاهلي في هذا الحفل في هذا المحفل هو ده النادي الاهلي، ولازم يكون دوره اكبر من كده في المرحله في مساعده المجتمع بتاعه، مساعده اعضائه، مساعده محبينه في كل مكان. وده شيء بيؤكد على قيمه هذا المكان، وانه دوره ما يوقفش كمان على انك انت نادي رياضي. يعني هي القيم، هي الاصول، هي المبادئ، وهو ده الاهلي. اخيرا سؤال اخيرا اختتم بهذا اللقاء. النادي الاهلي اتسع الفارق بينه وبين الاسماعيلي، الاسماعيلي في المركز الثاني، الاهلي متصدر المسابقه بفارق 17 نقطه بعد هزيمه الاسماعيلي اليوم امام انبي بهدفين نظيفين. شايف ازاي مسابقه الدوري الجزء المتبقي منها، والى اي مدى يمكن ان يقول الاعلاميون او نقاد الرياضيون ان الاهلي حسم المسابقه؟ والله انا شايف يمكن اللي حصل النهارده مثلا وخساره الاسماعيلي ده يعني كان ضربه قاضيه لاي امل اي حد ممكن يقترب حتى من الاهلي. الصراع الان بات على المركز الثاني بين الاسماعيلي والمصري والزمالك، اما الاهلي فهو يغرد وحيدا وينطلق بقوه نحو تحقيق هدفه. واعتقد انه يعني المفترض الاهلي خلال 5 اسابيع من الان سيحقق اللقب بشكل حاسم وينهيه قبل نهايه المسابقه. لكن ربما يحدث هذا اذا ما وصلت خسائر الاسماعيلي، فقد نقاط ثانيه اكثر. تتوقع انه يتسع الفارق اكثر لو حافظ الاهلي على تركيزه ويحافظ الاهلي على يحصد النقاط ويحصد النقاط، فممكن يتحسم الدوري مبكرا. وده اعتقد ان ده دليل على ان الاهلي فريق قوي، فريق منظم، نتاج الاستقرار اللي موجود داخل النادي الاهلي. حتى لما الفرقه اهتزت نتائجها في بعض الفترات وحققت نتائج سلبيه في 3 اسابيع ورا بعض، مجلس الاداره لم يهتز،
لم يتخذ قرارا بإجراء أي تغيير، حافظ على الاستقرار، حافظ على الاتزان النفسي، على الانضباط النفسي لدى الجهاز الفني، وأكدوا أنه مستمر حتى نهاية الموسم في كل الأحوال. فده دي النتيجة اللي بيحصلها بالضبط. شفنا الفريق بيأدي الكرة بشكل جيد بشكل مميز، بدأت شخصية النادي الأهلي تظهر يعني، وده شيء مميز جدا. وأعتقد أن لما شخصية الأهلي بتظهر ده مباشرة ينعكس على الكرة المصرية وعلى المنتخب الوطني بشكل كبير. أستاذ محمود صبري، تعليق أيضا على أداء الفريق وعلى فارق النقاط الحالي. لا، الفريق بيصير بثقة واضحة في مسابقات الدوري. أنا شايف في ثلاثة دوري عندنا دلوقتي، دوري اتحسم، ودوري المركز الثاني بتنافس عليه ثلاث أندية، ودوري الهروب من القاع. هما دي الدوريتين محتاجين يتتابعوا. شايف ثلاث بطولات جوه ثلاث بطولات دلوقتي بيه. دوري منفصل خلاص تحددت ملامحه. شايف الأهلي دلوقتي بيلعب بطولة منفصلة. بطولة منفصلة. ولعب الأهلي بطولة منفصلة لا يلام عليه الأهلي ولا يلام عليه المنافسين. نعم. الأهلي فريق بيجتهد، عنده استقرار إداري واستقرار مادي، محدد هدفه وفني، عنده جهاز فني امتلك الخبرات، عارف ماذا يريد. ممكن الاخرون لعبوا من اجله، يعني من الاخرون ساعدوه والاخرون دعموه، هذا لا يعيب الاهلي. الاهلي يسير في طريقه، محدد الاهداف، يقدم مستويات. يمكن انا اداؤه في المباراه الاخيره امام اسيوط يعني لم واضح، يعني مش عايز اقول انه وصل لمرحله انه اللعيبه من زي ما بيقولوا من الزهق يعني. هم ما تطلبوش من اللاعبين فوق طاقتهم، ما فيش حد في العالم بينجح ويشتغل من غير حافز. متواصل الكل هنا الحافز بيقل، الكل يعني بيشيد مثلا بانه اداء الاسيوطي ده شيء كويس. انا اداء الاسيوطي وتهزم في النهايه يعني ما حصلش، ماشي في جهد متواصل. لكن عايز اقول جمهور الاهلي بينتظر الكثير من فريق الاهلي، طموح جمهور الاهلي اصبح تعدى مرحله مسابقه الدوري الى البطوله الافريقيه وكاس العالم والعوده لكاس العالم للانديه. صحيح، ده لابد ان يكون في تفكير الجهاز الفني، في تفكير الاداره، في دعم الفريق، في بحث عناصر النقص، في ازاي ان الفريق يصبح الى يعني القوه المطلوبه لمواجهه الانديه الافريقيه اللي خلاص ما اصبحتش في نادي صغير ونادي كبير. اي الدوري المصري انت عندك المركز الثاني في صراع قوي جدا على من يكون وصيف، لانه له تاثير على المشاركه الافريقيه. نعم، اكثر اثاره، ولك عندك خمس ست فرق سيتصارعوا على الهروب من الهروب من القاع، فده هو ده هيبقى يعني مسار يعني اهتمام. اعتقد اربع اسابيع على الاقل يحسم الدوري رسميا بصوره رسميه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ويستمر الحديث عن هذا التفرد بالقمه والتفوق للاهلي على اقرانه، والتركيز بنفس الدرجة على حصد النقاط دون النظر إلى مستوى أو إلى الأرقام الخاصة بالمنافسين، وهو ده اللي احنا طبعا تعودنا عليه من فريق الكرة ومن الجهاز الفني للفريق الأول في النادي الأهلي. في النهاية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بصحيفة الأهرام، شكرا جزيلا أستاذ محمود. وأشكر أيضا الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائي الأستاذ محمد القوسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد. شكرا. شكرا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذا الحوار ولختام هذه الحلقة من حلقات الأهلي في كل مكان. بإذن الله يتجدد لقاءنا مع حضراتكم في نفس الموعد من الأسبوع القادم. شكرا وإلى اللقاء. واجه النصر.